السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبتدي إن شاء الله دلوقتي. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس محمد او باشمهندس عمر، معلش تقريبا في حاجه غلط في زوم، لان انا مش قادر ان انا اعمل شير ثانية واحدة. باشمهندس محمد او باشمهندس عمر، ايوه باشمهندس، معلش تقريبا تقريبا في حاجه غلط في زوم، ثانية لان انا مش قادر ان انا اعمل شير. ثانية واحدة. باشمهندس محمد او باشمهندس عمر، ايوه باشمهندس معلش تقريبا في حاجه غلط في زوم، لان انا مش قادر ان انا اعمل شير. معلش في حاجة الميوت، الصوت عمال بيتردد ويروح ويجي كتير. السلام عليكم. تمام وعليكم السلام تمام ورحمة الصوت الله كده وبركاته. كويس. تقريبا كان في الأول حد مش عامل ميوت، فكنت سامع صوتي أكتر من مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده الصورة واضحة، أنا كده عملت شير للشاشة عندي. باشمهندس الشاشة النيفس وورك باينة، تمام جدا. تمام السوفت وير نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازاي حضراتكم؟ انا مهندس حسام رافت، كنت مع حضراتكم من تقريبا 3 اسابيع. كانت لنا اول محاضره، اول محاضره اتكلمنا فيها عن النيفس وورك، ايه هو النيفس وورك بالنسبه للبرنامج نفسه، هو من انهي شركه وليه بنستخدم النيفس وورك، ودخلنا شويه في الاكستنشنز بتاعته. قلنا النيفس وورك عباره عن 3 مين اكستنشن، ان دبليو اف وان دبليو دي وان دبليو سي، وكلمنا عنهم وكلمنا ازاي نعمل ابند، اوكي، وازاي نعمل ريفرش. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند بعد ما خلصنا موضوع اللي هو الهايد للأوبجكت وكده، وقلنا إن إحنا إن شاء الله هنكمل المرة دي بقية الكلام اللي إحنا كنا واقفين عنه. قبل ما أبتدي بس أسمح حضراتكم لو في أسئلة، أنا هخلي أوقات للأسئلة. النهاردة ممكن هو عدد الأسئلة بس شوية هيبقى أقل، وهيبقى في الآخر شوية، لان الوقت اوريدي انا في بلد تاني غير مصر، ف شويه الوقت عندي متاخر شويه عن مصر يعني. ف ان شاء الله اخد اسئله، بس هتبقى مش زي المره اللي فاتت، هتبقى في اوقات بس اقل، ومعظمها هيبقى في الاخر، اوكي، عشان نقدر ان احنا نخلص الكونتنت، لان الكونتنت كتير شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني للكونتنت بتاعنا. احنا المره اللي فاتت زي ما اتكلمنا قلنا ايه هو النيفس وورك، ايه هو النيفس وورك فليفرز، ايه الفايل تايبس، الورك سبيس، الريفت والاوتوكاد، امبورت سيتنج، اوبننج اند ابندنج فايل، سيفنج، ميرجنج اند ريفرشنج، سيلكتنج اوبجكت، اوبجكت بروبرتيز، هايدنج، ميجرنج، وكنا عرفنا عن سيكشننج والفيجوال ريفيو. اوكي طيب، دلوقتي انا في عندي الموديل اللي قدامي ده. الموديل ده انا واخده من السامبلز اللي موجوده في الريفت، اوكي، 3 سامبلز دول، الارك لينك موديل والار ام اي ادفانس سامبل بروجكت والار اس تي ادفانس سامبل بروجكت، اوكي.
الثلاثة خليتهم يبقوا موجودين عندي، وهنبتدي إن إحنا نطبق عليهم الحاجات اللي إحنا بنتكلم عليها. زي ما كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، كنا من أهم الحاجات اللي لازم إنها تتعمل لأي موديل موجود عندي قبل موضوع الكلاش ديتكتيف والكلام ده كله، إن أنا أعمل حاجة اسمها فيجوال ريفيوينج. وقلنا أهمية الفيجوال ريفيوينج في إيه؟ أهمية الفيجوال ريفيوينج إن أنا في حاجات علاقات غير منطقية، علاقات هندسية غير منطقية بتبقى موجودة قدامي. ممكن النيرس وورك ما يقدرش ان هو يطلعها، لان ببساطه جدا النيرس وورك لو انا بقول له كلاش ديتكشن، لو انا بقول له اعمل لي كلاش ديتكشن ما بين اليمنتس، فهو هيشوف اي اثنين اليمنت خابطين في بعض او اي اثنين اليمنت المسافه بينهم اقل من المسافه المطلوبه ويبتدي ان هو يتكلم عليها. انما فرض ان انا في علاقه غير منطقيه، زي ايه؟ زي مثلا في بايب موجوده تحت الريفلكتد سيلينج. لو بايب تحت الريفلكتد سيلينج النيرس وورك هيعرفها ازاي؟ اوكي، ما يقدرش ان هو يعرفها بالطرق العاديه اللي احنا بنتكلم بيها، ان انا احطها له في كلاش ديتكشن واقول له وريهاني هي فين ولا الكلام ده، لان ببساطه طيب تحت ريفلكتد سيلينج هي مش خابطه في ريفلكتد سيلينج. اوكي، بس هي المكان بتاعها مش منطقي، فلازم بني ادم هو اللي يكتشف حاجه زي كده. مثلا ولنفرض مثلا ان انا في عندي اثنين سلم كهرباء، واحد طالع واحد نازل، والمفروض المسافه بينهم على الاقل تبقى 10 سم. اوكي، حاجه زي كده برضو ممكن برضو ما تبقى سهله ان هو النيرس وورك يعرفها، لازم انا بعيني اشوفها. اوكي، علاقات مثلا زي ان انا مثلا الاقي نقطه باور مثلا موجوده على ارتفاع 2 متر ونص او 3 متر، دي مين اللي هيقدر ان هو يعني هيقدر يطولها عشان يحط فيها مثلا الكهرباء والكلام ده. فده اللي احنا بنحاول ان احنا نشوفه في الفيجوال ريفيون. بنحاول دايما ان احنا نخلي الفيجوال ريفيون للحاجات دي. يا ريت لو انا حتى لقيت في مشكله، المشكله دي هي ممكن انها تطلع بكلاش ديتكشن، ما اطلعهاش في فيجوال ريفيون علشان ما ابقاش بضيع وقت. اوكي، نخلي الفيجوال ريفيون دي العلاقات اللي ما بتطلعش بالكلاش ديتكشن العادي. هنشوف دلوقتي ازاي اعمل الفيجوال ريفيون. اوكي، هنشوف ازاي اقدر ان انا اسجله، ازاي اقدر ان انا ابعته للناس، ازاي اقدر ان انا اعمل كومنتس عليه. اوكي، وازاي اقدر ان انا ادخل جوه المبنى واتفرج عليه بصوره اوضح. اوكي، بحيث ان انا اقدر ان انا اعمل الجزء المطلوب مني. في البدايه انا في عندي المبنى بتاعي. اوكي، اول حاجه بعملها في فيجوال ريفيو بتاكد ان ما فيش elements ممكن انها تبقى طايره بره المبنى. اوكي، ده كتير قوي بيحصل، كتير قوي بيبقى فيه ناس عماله بتشتغل وتبص تلاقي ان هو في اثناء شغله حرك element او خد element يخليه بره عشان ياخد منه كوبي بيست. الكلام ده كان بيحصل كتير قوي في الاوتوكاد، والناس اللي واخده على الكلام ده هو في الاوتوكاد للاسف لسه لحد دلوقتي بتعمله في الريفت. بس ده ما ينفعش، لان لو في عندي element، element ده متكرر اكتر من مره ببساطه قوي هيأثر لي على ال 5 دي فور اكزامبل. يعني هيخليني ان انا بدل الحاجه دي ما تتحسب مره واحده وسعرها يتحط مره واحده، لا سعرها يتحط اكتر من مره، فبالتالي هيبقى في غلط في التسعير بتاع المبنى. اوكي، ببص من بره ببتدي ان اقرب جوه المبنى وابتدي ان انا اتفرج على المبنى كاني رايح ازور المبنى، يعني كاني داخل في السايت مثلا وبتفرج على المبنى، بشوف حاجه زي كده مثلا، زي الحاجه اللي هو المثال اللي موجود قدامي ده. طبعا العلاقه دي غير منطقيه بالمره. اوكي، انا في عندي elements طايره. اوكي، في الحاله دي بعمل ايه؟ في الحاله دي ببتدي ان اروح للقائمه بتاعت ريفيو وابتدي ان اشوف ايه احسن حاجه انا ممكن ان انا اتكلم بيها. اوكي، ممكن ان انا اقول انا في عندي بيها مشكله ازاي، سواء كانت كلاود ولا كانت ارو ولا كانت لاين، بيبقى الحاجه دي راجع لك انت. اوكي، وبتبتدي انك انت تعمل الكلاود بتاعك. وانس انك انت خلصت الكلاود، في حاجه بتطلع اوتوماتيك في النيرس فورك اسمها فيو بوينت. تاني انا معلش انا هشيل الفيو بوينت الاخير ده عشان الناس تشوف مره تانيه. لو انا ابتديت ان انا اعمل الكلاود بتاعي، اوكي انا بعمل الكلاود بكليكس. اوكي، كليك شمال وبشيل، وعايز ان اقفل الكلاود ده كليك يمين بيتقفل. وانس ان هو اتقفل بيطلع عندي فيو بوينت جديد. اوكي، بيمثل المكان اللي انا كنت عمال بشتغل فيه دلوقتي. اوكي، بحيث ان انا لو بعدت خالص اقدر تاني ادوس عليه ارجع له. اوكي،
هقدر وانا موجود على نفس الفيو بوينت ده اكمل في كلاود ثانيه، مفيش مشكله، هتتسجل على نفس الفيو بوينت اللي انا واقف عليه طالما ما بعملش زوم اوت او زوم ان. اوكي طيب انا عملت كلاودز دي زي ما قلنا، لو بعدت حتى اقدر ان ارجع تاني. طب انا عايز ان اكتب ايه كلاودز دي، لان في معظم الاحيان لو انا عملت كلاود بس وانا يعني بعتها لواحد، والواحد ده مثلا مش فاميليار قوي بالموضوع، ممكن في بعض الاحيان مثلا بيبقى اللي هو ضغط الشغل بيخليه ان هو يشوف ان العلاقه دي علاقه سليمه، ايه المشكله فيها. لازم ان اكتب ديسكريبشن، ولازم ان انا اقول هو الكلام اللي انا بقوله ده موجود تحت انهي ديسيبلين من الديسيبلين بتاعتي. اوكي فبالتالي لازم ان انا اد كومنت على الريفيو بتاعي ده. فمن ريفيو في النيفس وورك انا بقدر ان انا الاقي في حاجه هنا فيو كومنت واد تاج. اوكي ولو جيت هنا عملت كليك يمين هبص الاقي في عندي هنا اد كومنت على نفس المكان اللي انا فيه. اوكي اقدر ان انا ازود الكومنت بايه؟ اقدر ان انا ازود الكومنت باد كومنت او اد تاج، الاثنين هيقدروا ان هم يدوني نفس النتيجه. اد تاج لو انا هستخدمها بدوس اوكي بيديني رقم، يفتح لي حاجه زي تذكره بكتب فيها مثلا kindly review the اوكي. دي طريقه اكتب بيها الكومنت. طيب لو عايز ان انا اعرضه بعرضه ازاي؟ فيو كومنت ده هي لو دوست عليها بيجيب لي الكومنتس كلها اللي موجوده دلوقتي على الفيو اللي انا واقف عليه. اوكي واقدر حتى ان انا لو طالما الكومنت ده هو واخد تاج بقدر ان انا اقلب في الحاجات اللي موجوده عندي اقدر ان انا اشوف. اوكي طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انا باجي هنا كليك يمين وأد كومنت وابتدي ان انا اكتب الكومنت بتاعي، ممكن اكتبه برضه بنفس الطريقه او اكتبه بطريقه ثانيه. اوكي زي ما احنا ما شايفين بيدي مين هو اللي قال الكومنت. اوكي الساعه اللي اتحط فيها كومنت، كومنت اي دي، والستيتس بتاعت الكومنت. لان انا لو انا دلوقتي انا حسام اللي كتبت الكومنت ده وبعد كده اتبعت الكومنت ده هو لحد تاني، هو من حقه ان هو يرد عليه وبعد كده يعمل اكسبورت الردود بتاعته ويبعتها لي، فنقدر ان احنا نشتغل على نفس الحاجه مع بعض ونشوف الردود بتاعتها، ويبقى في حاجه زي كونفرزيشن على النيبس وورك، ما يبقاش مجرد كلمه بتتبعت وبعد كده بتتبعت لحد وخلاص وانا ما اعرفش رد عليها ايه. طبعا في برامج ثانيه بيشتغل معاها النيفس وورك، البرامج اللي هي تقدر انها تعمل سنكرونايزيشن. اوكي بتقدر انها تعمل سنكرونايزيشن للكومنتس، يعني تقدر انها تخلي كومنتس زي البيم 360، في برامج ثانيه زيه بتخلي ان الكومنت نفسه يقدر ان هو بقيه الفريق يرد عليه. اوكي بس احنا دلوقتي عشان بنتكلم عن النيفس وورك بس، انا هتكلم دلوقتي على الورك فلو جوه النيفس وورك. لو انا حابب انها دلوقتي ابعت الكومنتس دي لحد او ارد عليها او الكلام ده هنتعامل معاها ازاي. ف احنا دلوقتي عملنا مع بعض كومنت، مره ثانيه بعمله ازاي؟ ببتدي ان انا اشوف المكان بتاعي اللي فيه مشكله. اوكي لقيت المشكله بتاعتي، ببتدي ان انا اروح على قائمه ريفيو وببتدي ان انا اعمل سواء درو سواء سوري درو كلاود سواء ارو. اوكي مجرد ما عملت الحاجات ده هي طلع عندي فيو بوينت. الفيو بوينت ده هو لو دوست كليك يمين عليه اد كومنت بقدر ان اكتب الكومنت بتاعي. اوكي وبتحفظ بتاريخ وساعه وكل الكلام ده. طيب انا هنا كنت عملت امثله الكومنتس، امثله المشاكل موجوده في المبنى ده. بس لو حضراتكم تاخدوا بالكم هنا انا عامل حاجه زي نيمنج كونفنشن للحاجات دي، يعني هتلاقوا في اي واس واي واي وام ايه الكلام ده. يفضل طبعا لو انت بتتعامل مع تيم والتيم ده كبير وفي مشاكل كتيره، انت مش هتلاقي مشكله او اتنين هتبعتهم زي ما انا عامل هنا، يعني هي المشاكل ما تعدتش 10 تقريبا. اوكي ده احنا عشان في قرصنا في المشاريع المشاكل ممكن انها توصل مثلا
بالديسيبلين الواحد ممكن اكتر من 500 او 600، واوقات بتبقى اكتر من كده، وبنصفر او حتى بنزود ديجيت تاني. يعني انا دلوقتي 3 صفار 1 هو دلوقتي تسمح ب 9999 كومنت، اوكي، في الديسيبلين الواحد، وحاطط الاي والاس والاي دي انديكيشن ثاني الديسيبلين، بحيث ان لو من بره خالص يتعرف ان المسؤول عن حل المشكله دي مثلا قسم كهرباء الاي او استراكشر اس او اركتكشرال اي او ميكانيكال اتش فاك ام، اوكي. دي بتبقى طريقه عشان الناس ما تقعدش انها تدور كتير في كل كومنتس، يبقى كل واحد فاهم ايه الكومنت اللي هو المفروض ان هو يدخل عليه ويحله او يتفاهم معاه، اوكي. فدايما خلي الشغل بتاعك منظم، بحيث ان هو لو اي حد من بره يبقى فاهم مشكلته فين، يعرف ان هو يراجع عليها. وانس المشكله تتحل، خلي دايما يبقى في مكان للحاجات الريزولفد، اوكي. انت دلوقتي لو انت شغال في مشروع كبير، طلعت الفيو بوينتس دي طلعتها كلها، يعني ده مثلا خلينا ان احنا نديله رقم هو كمان، ادي ايه اخر حاجه كنا وصلنا لها، 3 صفار 3، 3 صفار 4، وده ايه 3 صفار 5، اوكي. فرضا ان انا في حاجه من الحاجات ده هي اتحلت، ببتدي ان انا انقلها لفولدر بسميه ريزولف، اوكي، بحيث ان انا يبقى في عندي دايما حاجه زي انديكيشن او سطر حد فين والحاجات اللي حلت ايه وكل الكلام ده. لان انت من وقت للتاني انت المفروض ان انا في اي مشروع انا شغال فيه على الاقل بيبقى فيه تسليمه بروجرس شهريه، اوكي، ده على الاقل. ممكن يبقى التسليمات اكتر من كده او اقل من كده على حسب الاتفاق اللي ما بين التيم بتاع المشروع، اوكي. بس لو انا في على الاقل تسليمه بروجرس شهريه، انا هلاقي الاعداد دي هي عماله بتزيد، ما ينفعش ان انا كل شهر ابتدي ان انا اصفرها تاني. ليه؟ لان ده بيدي انديكيشن ان هو حاجه من الاثنين، يا اما هو المشروع من الاول ما كانش فيه مشاكل، اوكي، يا اما انت لسه بادئ في المشروع، يا اما الناس اللي موجوده قدامك ما بتحلش. فيفضل انك انت دايما يبقى فيه حاجه زي تراكنج لكل المشاكل اللي بتحصل، اوكي. لو مشكله اتحلت خلاص، انا ما بشيلش الرقم بتاعها، لا، المشكله دي بالنسبه لي بتبقى الفولدر هنا بسميه مثلا ريزولفد، وابتدي ان انا اول ما المشكله تتحل ابتدي ان انا اخدها تراك دراج اند دروب وارميها هنا، اوكي. فيبقى دايما انا في عندي تراكنج لايه هي المشاكل اللي اتحلت، قد ايه كان الشهر ده في مشاكل، وقد ايه اتحل منها، وقد ايه ما اتحلش، والكلام ده. فيبقى دايما في امبليكيشن للتيم اللي شغال معاك، لو هو في عنده مشكله، لو مثلا لو التيم ده ابتدى ان هو عايز مثلا عايز سبورت زياده، الموديل ده في الوقت الحالي اقدر ان اسلمه ولا لا. لازم يبقى كل الارقام اللي بتطلع لك وكل الحاجات دي هي انت واخد بالك منها، انت بتعملها حاجه زي اناليسز، مش مجرد ارقام بتطلع، اوكي. لازم انك انت تاخد منها انديكيشن، هل الموديل ده في حاله كويسه انك انت تطلعه ولا لا، اوكي. خلينا نشوف امثله للمشاكل اللي كانت موجوده هنا، اللي احنا بنتكلم عليها، اللي احنا بنقول عليها فيجوال كومنتس. مشكله مثلا زي دي كان اليمنت برضه كهرباء طاير، فلوتنج اليمنت. مشكلة زي دي أنا في عندي الاستراكشر والاركتكشرال، أوكي. لو ناخد بالنا إن هو السلاب الموجودة بتاعت الاركتكشر وبتاعت الاستراكشر، دي في حتة ودي في حتة تانية، تقريبا الاتنين موديل مش على نفس المكان بالظبط، أوكي. موديل فيهم متزحزح على التاني، نفس المشكلة أنا عملتها مرتين، مرة الاستراكشر ومرة الاركتكشر، معنى كان إن هما لازم يعملوا كورنيشن مع بعض. هنا مثلا هنا دي الاركتكشر ان هو فيش ريفلكتد سيلينج، الحاجات موجوده في الكوريدور ومتشافه، اوكي. والله ممكن كومنت زي ده يتبعت لو هو فعلا المشروع ما فيهوش ريفلكتد سيلينج، خلاص، اوكي. بس يبقى انت اديت انديكيشن ان هو في مشكله هنا، ماشي. ممكن المشكله اللي هي تتفتح مثلا في اجتماع، ممكن لو في اثناء ديزاين، ممكن يبقى مثلا الاركتكشر بيتكلم ان هو والله انا في الوقت الحالي مركز اكتر على المبنى داخليا، ولسه الريفلكت سيلينج لسه ما ابتدتش فيه. فيبقى معروف ان هو المشكله دي هتفضل موجوده لحد ما يبتدي الاركتكشر ان هو يدخل في الريفلكت سيلينج ويصممه. او لو موجوده مثلا في المرحله مثلا بتاعت الانشاء، فلا ده والله ده في عندي مشكله كبيره، ده دلوقتي الحاجات دي باينه، طب هنعمل ايه؟ هل هيبقى في تعديل في الديزاين؟ الكلام ده هو على حسب طبعا الفتره بتاعت المشروع دي. عندي هنا مثلا element ده طبيعي قوي ان هو يبقى هوست على الحيطه،
اوكي، دلوقتي هو متزحزح في الحيطه وداخل على الباب، فالمكان بتاعه مش منطقي. لو انا بتكلم عن النيفس وورك ان هو يطلعه ككلاش ولا لا، اكيد ده بالنسبه للنيفس وورك ما يعتبرش ان هو كلاش، بس بالنسبه لي انا دي مشكله. اوكي، دي مشكله منطقيه ومحتاجه مهندس ان هو يشوفها، ومحتاجه حد ذو خبره او رسام مثلا محترف ان هو يقدر ان هو يشوفها ويقول ان هو في مشكله هنا. اوكي، حاجه زي كده. اوكي، انا دلوقتي السلم بتاعي موجود فيه ضغط، اكيد ده ما ينفعش. اوكي، احنا دلوقتي شفنا ازاي انا بدخل جوه المبنى وابتدي ان انا اخد اللي هو الفيو بوينت بتاعي، وقلنا الفيو بوينت اسهل طريقه عشان يتاخد بيها من ريفيو. مجرد ما باخد اي حاجه من القايمه بتاعت ريد لاين دي بيبتدي ان هو يطلعه لي كفيو بوينت، وابتدي ان انا اسميه وابتدي ان احط عليه كومنت بتاعي. اوكي، طيب في طريقه ثانيه اعمل بيها فيو بوينت غير الطريقه بتاعت الريد لاين؟ فيه. فرضا ان انا عاوز ان انا اعمل كومنت، الكومنت ده هو من غير اي ريد لاين، وعايز ان اعمل فيو بوينت في المكان ده. من فيو بوينت ده هي بدوس هنا على سيف فيو بوينت. اوكي، وبقول مثلا هنا مثلا دي لاندسكيب مثلا، وهاد هنا كومنت. اوكي، فدي طريقه ثانيه اقدر بيها ان انا اعمل فيو بوينتس، بان انا بدوس على سيف فيو بوينت بيقدر برضه ان هو يعمل هيك. اوكي، طيب كل ده انا عمال بشتغل بالنافيجيشن العادي اللي زيه زي اللي موجود عندي في الريفت، ان انا بشتغل بالماوس بالويل بتاعتي زوم ان وزوم اوت. اوكي، بدوس على الويل وبتحرك انا كده بعمل بان، بدوس على شيفت وعلى الويل بدوس عليها انا كده بعمل اوربت. اوكي، تمام قوي، واقدر ان انا اراجع بالكلام ده. طيب بس انا في اوقات انا عايز ان انا اعمل سيكشن، عايز ان انا اشوف الحاجه اللي موجوده عندي، اشوف مثلا اللي هو المبنى من فوق، ابتدي ان انا اعمل فيه قطاعات، انزل بالقطاعات ده هي دور دور، وابتدي ان انا اتفرج على المبنى. فازاي بقدر ان انا اعمل الكلام ده؟ عندي هنا من فيو بوينت في عندي هنا حاجه اسمها انيبل سيكشننج. Enable section ده هي يفضل ان انا اختار الاول element وبعد كده اعمل Enable sectioning. اوكي، بدخل طبعا على القائمه بتاعت section ده هي، ببص الاقي في حاجه، في حاجات هنا هنتكلم عليها واحده واحده تفهمني ايه هي التول بتاع السكشن ده هي بتعمل ايه. اول حاجه في عندي حاجه اسمها المود. المود ده هي فيها حاجتين، انا هشتغل ببلان سكشن ولا هشتغل بوكس سكشن. بلان سكشن زي اللي احنا شايفينه ده. اوكي، معلش يا احمد سامي، ثواني ممكن بس لو اخلص بس الحته دي وبعد كده اسمح باسئله. اوكي، في عندي بلان سيكشن وفي عندي بوكس سيكشن. بلان سيكشن زي اللي انا شايفه، ان انا في عندي بلان بيتعمل بياخد سيكشن في المبنى كله او بياخد سيكشن في جزء من المبنى. اوكي، والبلان ده بقدر ان احركه. بوكس سيكشن بيبتدي ان هو يعمل لي حاجه زي بوكس حوالين المبنى اللي انا عايزه، زي ما حركوا ما شايفين كده. البوكس ده برضو بقدر ان انا احركه، بقدر ان انا اتحرك بيه، بشوف اللي هو كان سيكشن بوكس زي اللي موجود في ريفت 3 دي. اوكي، طيب لو انا بشتغل بالبلان بقول هنا هو انهي بلان دلوقتي اللي اكتف. اوكي، والبلان اللي اكتف ده هل هو هيبقى اكتف توب ولا هيبقى اكتف بوتوم ولا فرونت، ولا انا عايزه ان هو يبقى الاين لحاجه معينه مثلا زي الاين لسيرفس، وساعتها هيقول لي اختار السيرفس بتاعك، فانا مثلا بختار مثلا السيرفس ده. اوكي، طيب وانس ان انا عملت البلان ده، هل اقدر ان انا احركه ولا لا؟ لو انا عايز ان انا احركه بدوس على دي، وببتدي ان انا على الاسهم اللي موجوده ببتدي ان انا احركه. لو انا عايزه مثلا ان هو يدخل لجوه، انا ماسك دلوقتي السهم ده، السهم الازرق، وبتحرك بيه بيبتدي ان هو يحرك لي السكشن بتاعي. اوكي، لو انا طبعا عايز ان انا اعمل روتيت بقدر ان انا اعمل روتيت. طيب لو نفتكر في الاول انا دوست على element قبل ما ادخل على السكشن، ليه انا دوست على element ده؟ عشان اعمل حاجه اسمها fit selection. fit selection دي بيجيب لي السكشن بتاعي عند element اللي انا اختاره، فما توكش كتير في المبنى.
فمثلا انا دلوقتي انا عايز اعمل حاجه ابتدي ان انا انزل بيها واحده واحده على الاليمنتس اللي موجوده عندي، على المبنى اللي موجود عندي دور دور. اوكي، ابتدي ان انا انزل على السيلينج واشوف الحاجات اللي موجوده، وبعد كده انزل على الدور نفسه واشوف الحاجات اللي موجوده وهكذا. فهعمل دلوقتي السكشن توب فيت سيلكشن، وهبتدي ان انا انزل. وبعد ما انزل هبتدي ان انا اتفرج على الحاجه اللي موجوده عندي، ولو في مشكله هبتدي ان انا زي ما كنا بنعمل ريد لاين. اوكي، وهكمل مراجعتي وهنزل الادوار كلها. انا شايف في ناس كتيره كانت رافعه ايديها. لو باشمهندس محمد انت معانا؟ باشمهندس محمد، ايه باشمهندس حضرتك؟ لو نقدر بس الناس اللي رفع ايديها، انا ممكن هقف هقف ثواني لو حد حب ان هو يسال اسئله. فتحب نعمل اميوت دلوقتي ولا نخلي الاسئله كلها الاسئله اللي مكتوبه نرد عليها؟ احنا ممكن يعني ممكن حضرتك كمان شوية كده، ممكن عشان وقت المحاضرة، يعني انا عارف ان النهاردة في حاجات كتير، فممكن نخلي يعني الأسئلة لاحقة كمان شوية، مش الآن، عشان نقدر ناخد اكبر قدر من طيب الاستجابة. يعني تمام، انا عارف ان النهاردة في حاجات كتير جدا حضرتك عايز تقولها. تمام. الو، معلش، ايه مش من سامع حضرتك؟ هو صوتك قطع كذا مرة، هل انا الصوت وانا بتكلم بيقطع برضو ولا؟ لا لا، الصوت بتاع حضرتك كويس جدا، بس تمام. استاذن حضرتك بس اثناء الشرح الريبونز فوق على البرنامج، هو في حاجات ساعات بتكون ايه، بيحصل ديلي ما بيننا وما بين حضرتك، فممكن يعني بالراحه شويه، يعني عشان هو اوكي، الشغل على السوفت وير بيبقى غير البرزنتيشن العادي او كده، يعني بيبقى تقيل شويه. تمام، واي حد عنده سؤال ممكن على تمام. الشات، ممكن يكتبه على الشات لغاية لما نوقف وناخد الأسئلة يعني مباشر. طيب ارجع تاني. يبقى دلوقتي زي ما قلنا، من اهم الحاجات اللي انا ممكن ان اكون بعملها ان انا براجع على المبنى. من اسرع الحاجات اللي ممكن انها تخليني ارجع على المبنى ان انا اخد فيه سكاشن. اوكي، وابتدي ان انا اشوف السكشن اللي انا واقف فيه ده، وابتدي ان انا ادخل جوه المبنى، ادخل فوق السيلينج واتفرج لو في مشكله موجوده عندي. اوكي، وطبعا لو في مشكله في الحاله دي ببتدي ان انا اعمل برضه ريد لاين ليها. اوكي، وفيو بوينت، وببتدي ان انا اخد فيها كومنت. اوكي، الدور ده انا كنت فوق السيلينج، هنزل تحت السيلينج شويه واشوف. مجرد ما نزلت تحت السيلينج ابتدى يبان عندي حاجات ممكن انها ما كانتش باينه قبل كده. حاجات مثلا زي الحاجات اللي طايره دي، حاجات طايره كتيره جدا. اوكي، هنا مثلا هنا في حاجة طايرة تقريبا، ده بتاع اسانسير بس مش موجود في مكانه. في لايتنج فيكستشر موجودة جوه الحيطة. اوكي، طبعا الكلام ده ما ينفعش. في حالة زي دي برضو بروح جاي هنا، في هنا عمود، العمود ده هو داخل برضو في الحيطة برضو، طبعا الكلام ده ما ينفعش خالص. ففي الحالة دي لازم ان انا اعمل طبعا ريد لاين، وابتدي ان انا اعمل بيها فيو بوينت، وابتدي ان انا اتكلم عن المشكله دي، وابتدي ان انا ابعتها للناس. فباجي هنا على ريفيو نفس الطريقه كلاود، وابتدي ان انا اعمل كلاود على الحاجه بتاعتي، على الفيو بوينت الجديد. طبعا ببقى عارف من الاول هو دي تبع انهي ديسيبلين، بعرف ازاي انها تبع انهي ديسيبلين. مجرد ما بختار الاليمنت وباجي هنا على بروبرتيز بفتحها، بيقول لي الاليمنت ده هو موجود في انهي ديسيبلين. الاليمنت ده هو اليمنت انشائي ار اس تي. اوكي، حتى لو بصيت له من هنا ده كونكريت راوند كولوم. اوكي، والاليمنت ده اليمنت معماري. اوكي، دي حيطه المفروض موجوده، فكده المشكله دي بين الانشائي وبين المعماري. اوكي، في مشكله هنا والمشكله دي المفروض انها تتحل.
فباجي هنا على الفيو بوينت، على الفيو بوينت هو روتين اسميه طبعا. هنا ده هيبقى ايه؟ 3 اوكي، واد كومنت. وهنا باجي على نفس الكومنت اللي هو اد كوبي، وبسميها لان المشكله دي مشتركه ما بين المعماري والانشائي. هنا الانشائي هيبقى رقم 2، وهعمل ايديت للكومنت بتاعه. تمام، وابتدي ان انا اكمل مراجعتي تاني وانزل على دور تاني وهكذا. طيب في بعض الحالات انا بيبقى في حاجات عندي انا عايز ان انا اشوف سيكشن من جنبين، يعني مثلا عايز ان اقطع المبنى من فوق وعايز اقطع المبنى من جنب تاني. فلنفرض مثلا انا عايز ان انا اشوف السلم ده اوكي في جزئيه معينه، عايز ان انا اشوف السلم ده هو مقطوع من هنا اوكي وانا باصص من الجنب ده اوكي. يعني خليني معلش هستعمل القلم نتكلم. معلش باشمهندس محمد، لو انا حابب اني اكتب حاجة على الشاشة اني طول بقدر اني استعملها؟ هو حضرتك في انوتيشن؟ هل عند حضرتك في لا انا انوتيشن؟ مش قادر اني اشوف انوتيشن، لا انا مش شايف انوتيشن خالص. هل بتفتحها لي من عندك ولا هي مش موجودة في الميتنج؟ طيب هحاول افتح. حاضر. اوكي مش مهندس استاذ، حضرتك ممكن تكمل لغاية لما احلها يعني، تمام عشان تمام اوكي مفيش مشكلة تمام انا هحاول احل المشكلة دلوقتي. مفيش مشكلة. طيب يبقى زي ما كنا بنتكلم، انا دلوقتي انا عايز ان اخد سيكشن تاني اوكي. السيكشن ده يبقى في الجنب ده، فباجي هنا على انيبل سيكشن او على سيكشن تول. انا دلوقتي البلان اللي انا كنت شغال فيه كان بلان رقم 1 اوكي، انزل على بلان رقم 2. انا دلوقتي بلان رقم 2 هو اللي اكتف، وهقول له ان انا هاخد سيكشن، السيكشن ده الاين للسيرفس ده اوكي. دلوقتي ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان انا في عندي 2 سيكشن، الاثنين مفتوحين. فهو دلوقتي عامل معايا ايه؟ واخد السيكشن الاولاني ومكتبه، والسيكشن الثاني اللي انا شغال عليه. لو انا دلوقتي ابتديت ان انا اخد السيكشن الثاني، السيكشن الاولاني معمول له اد اوكي. فحاجه زي كده مثلا بتنفع لو انا حابب ان انا اراجع على حاجه، الحاجه دي ما ينفعش ان انا اراجع عليها بسيكشن واحد، لازم اعمل فيها حاجه اقرب للسيكشن بوكس اوكي. فدي طريقه تانية اقدر ان انا اشتغل بيها، ان انا اكتر من سيكشن وابتدي ان انا افتحهم كلهم اوكي. طبعا لو قفلت بلان واحد ده خلاص السيكشن الاولاني راح، لو فتحته تاني السيكشن موجود اوكي. لحد دلوقتي في اسئله يا جماعه؟ انا مش عارف، انا تقريبا مش شايف الشات.
فرق طويل ما بين التأخير بين الصوت والشير. اوكي يا باشمهندس عمر. طيب انا هشوف الاسئله دي دلوقتي. كان في حد بيسال هل يكون في نموذج معين للتطبيق عليه يا باشمهندس؟ اوكي، هو ده النموذج اللي احنا بنطبق عليه. لو في ممكن، هو كان عشان حاجه معينه ولا ايه؟ يا ريت لو تطبيق. Please move any mobile device away from microphone. الصوت واضح؟ واضح، تمام. كل تخصص. اسف يا باشمهندس، جزء غلط. التسجيل هينزل امتى؟ يمكن ده هيظهر في كلاش. معلش، لو في سؤال يا ريت السؤال بس يكتب، ويكتب بشرح شوية. اوكي، لان الأسئلة احنا بنرد عليها بعد الحاجة بفترة، فيا ريت لو في سؤال يا ريت بس يكتب، ويكتب بشرح شوية بحيث ان انا ابقى فاهم السؤال ده كان على ايه بالظبط. بالنسبة للوقت دلوقتي، هل في سؤال عند حضراتكم؟ طيب نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، طيب انا في الوقت الحالي المفترض ان انا دلوقتي انا عملت مثلا اللي هو المراجعه بتاعتي، حابب ان المراجعه دي بعد ما خلصتها ابعت الحاجات اللي فيها، اعمل فيها ريبورت او ابعتها لحد تاني بحيث ان هو يقدر ان هو يستعملها عنده في المكتب بتاعه. لو انا مثلا شركه وفي شركه تانيه اشتغل معايا، فانا حابب ان انا كبيم مانجر اشير الكومنتس بتاعتي اللي هي مع البيم مانجر من التيم الثاني. فبعمل الكلام ده ازاي؟ في عندي هنا من اوتبوت، في عندي هنا حاجه اسمها فيو بوينت ريبورت وفيو بوينتس. اوكي، ايه الفرق بينهم؟ فيو بوينت ريبورت ده هو المفروض ان هو بيطلع لي حاجه زي اتش تي ام ال ريبورت. اتش تي ام ال ريبورت ده يقدر ان هو يفتح بالانترنت اكسبلورر او جوجل كروم. اوكي، موجود في كل الكومنتس اللي هي اللي موجودة عندي دي بالصور بتاعتها، يعتبر ريبورت كامل. طبعا هو أحسن حاجة كمثال ليها ما أدوس عليه ونشوفه. دوست عليه، هيقول لي دلوقتي أنت حابب إنك أنت تسجله فين؟ فأقول له على المكان بتاعه. أوكي، وهعمل له سيف. وخلينا ان احنا نشوف المثال اللي طالع فيه هيبقى طالع ازاي. ده الشكل اللي طالع فيه كل الكومنتس اللي موجوده عندي. اوكي، كل كومنت طبعا بالكاميرا بوزيشن بتاعته، بالستيتس بتاعته، هو نيو ولا اكتيف ولا ايه بالظبط، باليوزر اللي عامل الكومنت ده، بالتكست اللي هو اللي يعتبر الكومنت اللي كان مكتوب عليه. اوكي، بالتاريخ. وطبعا لو حابب ان انا اشوف الصوره بشكل اوضح بدوس عليها، بقدر ان انا ادخل على الفيو بوينت نفسه اكبره، بقدر ان ارجع تاني. اوكي، فبيبقى عندي تحكم كامل في الريبورت ده، وبقدر طبعا الريبورت ده هو ابعته للناس اللي المفروض انها تحل المشاكل. اوكي، بس طبعا زي ما قلنا هو الريبورت ده هو يعتبر اتش تي ام ال، يعتبر ان هو حاجه زي تراكنج، انما مش هو اللي انا لو انا في مثلا مشكله فعلا حقيقيه عندي عايز ان انا اشتغل عليها على النيفس وورك بستعمله. لو انا دلوقتي عايز ان انا اشتغل على النيفس وورك بقى، وعايز ان انا ابعت المشاكل الموجوده عندي دي لحد تاني عشان يقدر ان هو يشتغل عليها في مكتب تاني، ببعت حاجه اسمها فيو بوينت اكس ام ال. الفيو بوينت اكس ام ال ده عباره عن ايه؟ ده بيسجل كل الحاجات اللي كانت موجوده عندي، كل الكومنت اللي كانت موجوده، كل الفيو بوينتس اللي كانت موجوده، بيسجلها ك اكس ام ال ككود، بحيث ان انا لو نفس الموديل ده موجود في مكان تاني اقدر ان انا اسحب الفيو بوينت اكس ام ال يطلع لي البوزيشن بتاعتي، واقدر ان انا يعني يبقى عندي حاجه اكتف مش مجرد صور وتقرير اتش تي ام ال وخلاص. احسن حاجه برضو بدل الكلام، يعني بيقولوا في فوائد الصوره ب 1000 كلمه. يعني خلينا نشوف لو انا هطلع الفيو بوينت اكس ام ال ده هستعمله ازاي. فيو بوينتس، اوكي، هيطلع لي حاجه اسمها كورس نيفس وورك اكس ام ال.
اعمل له سيف. اوكي ما خدش وقت خالص لان هو XML فايل بيبقى خفيف جدا. طيب لو انا دلوقتي انا ولنفرض انا بقى الشركه الثانيه، ففي الحاله دي انا ما عنديش اي كومنتس خالص، انا مستني الكومنتس اللي هتجيلي اوكي عشان اقدر ان اتعامل معاها. فالمفروض ان انا ما عنديش هنا اي حاجه، اوكي الدنيا فاضيه عندي في الفيو بوينتس دي، واتبعت لي الاكس ام ال فايل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بالنسبه لي ده. اللي انا بقدر ان اعمله باجي هنا كليك يمين، وفي حاجه عندي هنا اسمها امبورت فيو بوينتس، بدوس عليها وبشوف المكان بتاع الاكس ام ال فايل. مجرد ما بعمل له اوبن بيجيب لي كل الحاجات زي ما اللي عمل الكومنتات بتاعتي اوكي بعتها لي اوكي بالاماكن بتاعتها بكل حاجه فيها. فدي بتبقى حاجه اكتف، بيقدر ان هو لو في بين مانجر او لو في مهندس جاي له كومنتس يقدر ان هو يتعامل معاها من غير ما ابعت الفايل كله اوكي، من غير ما ابعت فيو بوينت ريبورت. هو ممكن ان هو ما يكونش موجود عليه المكان بتاع المشكله اوكي، فده بيبقى احسن طبعا في التعامل مع لو في عندي اكتر من تيم شغال. اوكي لحد هنا انا المفروض ان انا الحته بتاعت الفيجوال ريفيوينج انا كده خلصتها. انا حابب دلوقتي لو في اسئله نبتدي ان احنا نتكلم فيها قبل ما ادخل في الحته الثانيه بتاعت الكلاش ديتكشن والمراجعه عن طريق كلاش ديتكشن ريبورت. النوتيشن شغال الان تمام. في سؤال يا جماعه لحد هنا؟ فرق توقيت بين الصوت والصوره، تاخير بين الصوت والشير. تمام. طيب باشمهندس محمد، في تاخير ما بين الصوت والصوره، هل اقفل وافتح تاني ولا ايه الحل؟ باشمهندس والله محمد. ايوه باشمهندس، والله هو يعني هو ممكن حضرتك تجرب تقفل وتفتح تاني السوفت وير، بس هو تمام. الشغل يعني مع الانترنت الضعيف بيبقى فيه ديلي تمام تمام غصب عننا، يعني خاصة السوفت وير، يعني السوفت وير تمام تقيل مش خفيف. تمام تمام طيب يا جماعة احنا بنعتذر، بس هو فعلا لو الانترنت فيه مشكلة هيبقى فيه مشكلة في الكونكشن. يعني دي حاجة فعلا خارجة عن ارادتنا، ودي من ضمن الحاجات اللي هي اللي تعتبر تشالنجز ساعة ما بيبقى فيه كورس اونلاين. اللي انا هقدر ان اعمله دلوقتي ان انا هقفل الشير وافتحه تاني، يمكن الموضوع يتحسن شوية. اوكي اتمنى ان كان الموضوع يبقى متحسن شويه. انا دلوقتي انا بحرك الماوس وبتكلم، ف اس 3 0 2 ده اللي انا لسه عامله سيلكشن. يا ريت بس لو حد يدي فيدباك لو دلوقتي بقى الصوت قريب من الصوره. مصطفى تمام امنيه اوكي. مصطفى عبد مصطفى عبد العليم، المشي داخل المشروع بأسرع. أوكي لحد دلوقتي أنا ما كنتش عملت مراجعة داخل المشروع بحتة المشي، إن أنا أعمل الحتة بتاعة المشي فيه. أوكي بس خلونا نتكلم على الحتة بتاعة المشي، ولو إن في بعض الناس ما بتستعملهاش خالص أوكي، وأنا واحد من الناس دي ببساطة، لأن أنا مثلا أنا واحد من الناس اللي بحب إن أنا أستعمل حاجة اسمها 3 دي ماوس. أوكي ده بيسمح لي بإن أنا راجع بصورة أفضل بكتير من موضوع المشي. بس خلينا نتكلم عن موضوع المشي ونشوف إيه اللي موجود فيه. أنا هقفل السكشن. أوكي في موضوع المشي ان انا امشي جوه الموديل وامشي بيه بشخص ورياليزم والكلام ده كله. لو انا دلوقتي بتحرك جوه الموديل، النيرس فورك بيسمح لي بحاجه اسمها ووك وحاجه اسمها فلاي. اوكي بالنسبه للووك، مجرد ما بدوس على ووك دي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا دلوقتي ساعه ما بدوس انا دلوقتي في بلان هوريزونتال اترسم انا بتحرك من خلاله.
يعني هنا النيفس وورك ما بيسمحليش ان انا اطلع لفوق او انزل تحت. اوكي، ودلوقتي في بلان هوريزونتال، انا لازم دلوقتي كليك شمال اوكي وبحرك الماوس، فانا نفس البلان الهوريزونتال اللي واقف فيه انا بتحرك فيه، بتحرك قدام، بتحرك لورا، بلف، بشوف. اوكي طيب، وفي بعض الاحيان في ناس بتحب انها مع الحركه دي تستعمل حاجه زي شخص اوكي يدي لها انديكيشن على الارتفاعات وتحس باللي هو بالواقعيه شويه بتاعت الموضوع. وفي بعض الناس طبعا بتحب انها تعمل بالكلام ده هو البرزنتيشن مع العميل نفسه، ان العميل يحس ان الموضوع فارق، ان هو ده لا ده انا كاني فعلا في مهندس وداخل وبيمشي وبيشوف الكلام ده كله. اوكي، في عندي هنا حاجه اسمها رياليزم. رياليزم دي لو انا شغاله مع ووك ودوس على ثيرد بيرسون بيطلع لي شخصيه كرتونيه جميله كده بقدر ان انا امشي بيها جوه المشروع. طبعا الشخصيه دي بقدر ان انا اشغلها وبقدر ان انا اغيرها عندي من نيفس وورك، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. اوكي، بقدر ان انا الشخصيه دي اعمل فيها حاجات تانية زي كوليجن وجرافيتي وكراش. اوكي، هبتدي الاول بجرافيتي. جرافيتي لو دوست عليها هتشغل معاها كوليجن. اوكي، ايه جرافيتي؟ احنا دلوقتي قلنا ان انا مجرد ما بدوس على وورك بيبتدي ان الشخص ده يمشي في مكان هوريزونتال، يعني انا من غير الكلام ده خالص لو انا دايز دلوقتي على ووك اهو وبمشي، هو نفس البلان الهوريزونتال اللي انا موجود فيه هو بيمشي فيه. اوكي طيب، لو انا دوست على كوليجن وجرافيتي والاثنين بيشتغلوا مع بعض، هبص الاقي ان انا بدل ما كنت ماشي على هوريزونتال، لا هو بيبتدي ينزل لتحت لحد ما يلاقي ارض. اوكي، في الحاله دي هو البلان او السيرفس بتاع اللاندسكيب اللي موجود. اوكي، مجرد ما لقاه ابتدى ان هو خلاص وقف على البلان ده وابتدى ان هو يمشي. اوكي طيب، دي بسبب ايه؟ بسبب جرافيتي. طب ايه كوليجن اللي بيحصل معاها؟ كوليجن دي بتخلي ان هو ساعه ما يجي على حته معينه يخبط فيها، زي ما انا عامل دلوقتي، انا مش قادر ان اخرج جوه المبنى. ليه مش قادر ان اخرج جوه المبنى؟ عشان كوليجن شغاله. لو انا دوست على كوليجن فتها ابتديت ان انا امشي، هيبتدي ان هو يدخل بسرعه عاديه جدا. اوكي طيب، هكمل وانا فاتح تاني كوليجن وجرافيتي، هبص الاقي ان هو ماشي عادي جدا. اوكي، اقدر ان انا اطلع بيه سلالم وانزل. اوكي، كاني فعلا بستلم شخص وبمشي جوه المبنى. طيب، الحاجه الثالثه اللي موجوده حاجه اسمها كراش. كراش دي بتعمل ايه؟ كراش دي لو لقى في حاجه بتعيقه ان هو يمشي بصوره طبيعيه يبتدي ان هو يوطي. اوكي، زي مثلا وهو طالع مثلا هنا، انا هخليه ان هو ما يقدرش ان هو يطلع من زي ما حضراتكم شايفين كده، في مشكله عنده هنا ان هو مش قادر ان هو يطلع بصوره طبيعيه، فابتدى ان هو يوطي عشان يقدر ان هو يتحرك. اوكي، هيجي عند حته معينه مش هيقدر ان هو يتحرك اكتر من كده. طب جميل قوي الكلام ده، بس احنا هنستخدمه في ايه؟ خلينا نتكلم ونقول ان انا دلوقتي موضوع كوليجن وجرافيتي وكراش، اوكي، ليهم استخدامات كتيره قوي. ومن اهم الاستخدامات دي لما بيبقى فيه مثلا عندي رام، وانا الرام ده عايز ان انا اعرف هل يسمح بمرور عربيه مثلا، او الرام ده المفروض ان هو مثلا 2 متر و10، هل هو فعلا 2 متر و10 ولا لا؟ لو انا دلوقتي في عندي رام، اوكي، الرام ده نازل بصوره دائريه، الاستراكشر نازل دائري وحلزوني وكده، فممكن ان هو يبقى فيه تغيير. لو حتى لو في كاميرا ممكن يبقى شويه المقاسات بتاعت الكاميرا، انك انت تجيب المقاس عند حته معينه انت مش عارف تجيبها عشان على ارض مايله وفيها دوران. اوكي، ساعتها بتستخدم الشخص ده وتحدد الارتفاع بتاعه بالارتفاع الكريتيكال اللي موجود عندك، يخلي المراجعه في المكان ده هو بشكل اسهل شويه. ساعات حتى ما بيبقى فيه مراجعات في الباركينج، في الباركينج بيبقى فيه دايما كريتيكال هايت. اوكي، الكريتيكال هايت ده لو انا مثلا الكريتيكال هايت عندي كانت 2 متر 30، اوكي، وانا حابب ان انا اعرف هل الباركنج كله 2 متر 30 ولا في حاجات معديه ال 2 متر 30 ده هي، فبالتالي هي معديه كود. اوكي، فبعملها ازاي؟ باجي على الشخص ده واتحكم في الطول بتاعه. اوكي، وابتدي ان انا اخلي الطول بتاعه هو نفس الطول بتاع الكريتيكال هايت، واشيل الكراش اخليه ان هو كوليجن وجرافيتي بس، فبالتالي ساعه ما هيبقى في مشكله مش هيقدر ان هو يعدي لو الطول اقل من 2 متر 30.
خلينا نشوف مثال كده ونشوف اسرع طريقه اغير بيها طول الراجل ده هو تبقى ايه. اوكي، اسرع طريقه اغير بيها طول الراجل ده ان انا بعمل فيو بوينت في اي مكان. اوكي، وبعدين باجي كليك يمين على الفيو بوينت ده، وباجي هنا على حاجه اسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، تقريبا كانت ترانسفورم، لا مش ترانسفورم، كانت ايوه اديت. اوكي اديت، بدخل على حاجه اسمها كوليجن سيتنج، وهنا الفيور ده بغير الارتفاع بتاعه، الهايت بتاعه بدل ما هو مثلا متر 80 انا بخليه مثلا 2 متر 30. اوكي، وبدوس اوكي. اوكي، هعمل روح سنه بسيطه بس. دلوقتي بقى الارتفاع بتاع الراجل ده هو الارتفاع كريتيكال، فانا دلوقتي لو ماشي في حته، الحته دي ما تسمحش، بس طبعا بقفل طبعا الكراش. لو انا ماشي في حته، الحته دي ما تسمحش بمرور الراجل ده ماشي، فهعرف ان في عندي مشكله في المكان ده. يعني مثلا لو طالع كده، الارتفاع هنا ماشي اقل من 2 متر 30، فساعتها بروح اعمل هنا كومنت مثلا للمعماري والانشائي، يا جماعه خدوا بالكم ان الارتفاع هنا اقل من 2 متر 30. اوكي، ده طبعا كل الكلام ده هو طبعا امثله، انا عشان ما عنديش هنا جراج، بس انت بتاخد التول، انت اللي بتقدر انك انت تتحكم فيها ازاي تستخدمها. اوكي، زي ما قلنا برضو اللي هو الموضوع بتاع الكراش برضو ممكن هو ينفع في ايه تاني، بينفع في اوضه المكان. اوكي، فرض ان انت في عندك اوضه مكان مفروشه، واوضه مكان مثلا بتاعت اتش باك مثلا فيها مواسير كتيره وفيها غلايات وفيها كلام من ده، في بعض الاحيان بيبقى مجرد دخول بني ادم فيها صعب، ويمكن بنشوف الكلام ده هو مع المباني بعد ما بتخلص، وبنشوف فعلا في اوض مكان فعلا صعب جدا ان بني ادم يدخل فيها، او ممكن لو اللي هو لو المقاول، ودي اللي في معظم الاحيان بتحصل، ان هو المقاول بيغير التصميم بتاعها كله عشان يسمح بدخول الصيانه. اوكي، فانا ممكن من قبل الكلام ده انا بروح جاي هنا على الشخص ده، وبروح اعمل كراش، وبشوف هل الاوضه تسمح فعلا بان هو لو حد وطى يعدي ولا لا. اوكي، دي برضو من ضمن الاستخدامات بتاع السيرت بيرسون. اوكي، فعندي السيرت بيرسون بقدر ان انا اراجع بيه. في برضو مع سيرت بيرسون في حاجه تانية اسمها لوك اراوند. لوك اراوند دي بتبقى كويسه جدا لو انا واقف في مكان وحب ان انا اشوف الاحساس بتاعه ايه، او حب ان انا اتلفت حواليا فيه، بدوس على لوك اراوند وببص. انا دلوقتي كأن الشخص ده بقى هو السنتر بتاعي، والحركه بتاعتي ان هو بيبص حواليه، يعني هو لو في شخص واقف هنا هو هيقدر ان هو يبص ويشوف المنظر ده. طبعا انا دلوقتي انا شايف مثلا هنا هاند ريل، الهاند ريل ده طاير في الهواء، انا اقدر برضه ان انا احط عليه كومنت. اوكي، فدي من ضمن اساليب المراجعه بتاعت الفيجوال كلاشز. اتمنى اكون جاوبت يا باشمهندس على السؤال بتاعك. في اسئله تانية يا جماعه؟ في اسئله تانية قبل ما ندخل على الحته بتاعت الكلاش سيكشن وازاي اعمل السيرش سيتس والكلام ده؟ اوكي، طيب دلوقتي هندخل بقى على الحته بقى المهمه بقى شويه، ان انا دلوقتي عايز ان انا اراجع بال كلاش ديتكشن وراجع بالسيرش سيت. في حد بقى سؤال؟ ممكن اعاده عمل ريبورت للتعليقات. هي دي هتبقى موجوده في في التسجيل، بس انا هعملها بسرعه قوي. اوكي، علشان نقدر ان احنا نكمل، لان النهارده الوقت قليل شويه، يعني احنا بادئين من ساعه والمفروض ان احنا نبقى معديين الحته دي. عشان تعمل ريبورت للتعليقات قلنا في طريقتين، طريقه انك انت تطلع الريبورت العادي HTML، وطريقه انك انت تطلع ال XML. اظن انت عايز ال HTML. باجي على Output، حاجه اسمها Viewpoints Report، بدوس عليها. اوكي، وبسجل Viewpoint Report اللي موجود عندي. اوكي، بعد ما اسجله
بقدر ان انا افتحه، بقدر ان انا ابعته للناس والكلام ده كله. بس طبعا خد بالك وانت بتبعت للناس يا ريت تبعت الفايل بالكامل بالصور بتاعته، الفولدر سوري بالكامل بالصور بتاعته. اوكي، يعني تبقى عامل فولدر وتبعت الفولدر بالكامل، مش تبعت حاجه والتانيه لا. اوكي، اتمنى اكون جاوبت لك على سؤالك، وما تقلقش هو موجود ان شاء الله في التسجيل بتاع المحاضره. في سؤال تاني يا جماعه قبل ما نبتدي؟ في سؤال تاني يا جماعه؟ هذا انا عامل ريبورت التعليقات، معلش الكمبيوتر فصل. تمام، اوكي. طيب نكمل. دلوقتي احنا شفنا ازاي بقدر ان انا اعمل فيجوال ريفيو، اوكي، ازاي بقدر ان انا اعمل سيكشن، ازاي بقدر ان انا اشوف الحاجه، ازاي بقدر ان انا اعمل كومنت، ازاي بقدر ان انا ابعت الكومنت، ازاي بقدر ان انا ابعت الفيو بوينتس. اوكي، نيجي بقى لاهم حته بقى في النيفس وورك، حته الكلاش سيكشن. النيفس وورك بيعمل كلاش سيكشن. ايوه بيعمل كلاش سيكشن، بيعمل كلاش سيكشن، بيشوف لو في حاجه خبطه في الثانيه. اوكي، ده بنسميه هارد كلاش. وبنشوف لو في حاجه المسافه بتاعتها ما بين حاجه او حاجه ثانيه، يعني مثلا لو في اثنين اليمنت المفروض المسافه بتاعتهم تبقى مثلا 10 سم، فهي المسافه اقل من 10 سم، وده بنسميه سوفت كلاش او كليرنس كلاش، ان هو كليرنس مش كفايه. اوكي، النيفس وورك مش زي مثلا سوليتري. السوليتري بيبقى موجود فيه حاجات زي بري كونفيجرد رولز عشان يراجع بيها. اوكي، النيفس وورك لا، النيفس وورك بيبقى عامل زي الصفحه البيضاء اللي انت بتبتدي انك انت تبنيها. اوكي، بتقول له يراجع ازاي، بتقول له يراجع ما بين ايه وما بين ايه. علشان كده دايما في البين بروجيكتس بيطلب حاجه اسمها كلاش ديتكشن ماتريكس. اوكي، ايه كلاش ديتكشن ماتريكس؟ كلاش ديتكشن ماتريكس ده هي دي بتبقى العلاقات ما بين الاليمنتس وبعضها اللي المفروض ان هو يتعمل ليها كلاش تيست. طب تمام، يعني انت جيت تشرح الحاجه شرحتها بحاجه اصعب. لا، خلينا نشوف مثال ليها ونشوف ايه اللي احنا نقصده. دي كلاش تيست ماتريكس او كلاش ديتكشن ماتريكس، ده مثال ليها. اوكي، دايما هي بتبقى في صف افقي وصف راسي. اوكي، بيبقوا الاثنين تقريبا نفس الحاجه، يعني هنا مثلا الكتريكال، هنا الكتريكال، هنا كيبل تري، هنا كيبل تري، هنا هانجرز، هنا هانجرز، هنا لايتنج، هنا لايتنج، وهكذا. اوكي، وبيبقى موجود هنا بينهم الكلاش ده، او اللي هو التست اللي هيبقى حاصل ده، هيبقى حاصل ما بين ايه وما بين ايه. يعني هنا مثلا لو انا جيت على الخانه دي، الخانه دي بتقول لي ان هو هيبقى فيه هنا حاجه اسمها كلاش تيست ما بين الكيبل تري وما بين الكيبل تري، والكليرنس اللي بينهم هيبقى زيرو. اوكي، ايه معناها؟ معنى كده ان هو لو في كيبل تري وكيبل تري الاثنين خابطين في بعض، حتى لو خابطين في بعض يعني مجرد بس لامسين بعض لمسه صغيره جدا، هو لازم ان هو يطلعها. اوكي، نيجي مثلا على الخانه مثلا ده، هي الخانه ده هي بتقول لي ان هو يبقى فيه كلاش تيست ما بين الكيبل تري وما بين الهانجرز. اوكي، بس هيتغاضى عن التست اللي موجود ده لو الكلاش ده كان 8 مللي او اقل. اكتر من 8 مللي، يعني الهانجر مثلا داخل في الكيبل تري مسافه 8 مللي او اكتر، ساعتها ده كلاش. اوكي، وهكذا بالنسبه لبقيه الحاجات الثانيه. دي طريقه اعمل بيها كلاش ماتريكس او كلاش تيست ماتريكس. كل نقطة هنا بتقول إن هو في كلاش تيست، كل نقطة بتقول إن هو في كلاش تيست. أوكي؟ لو ناخد بالنا من الجزء المظلل ده، الجزء المظلل ده ليه؟ لأن أنا الكلاش تيست نفسه كده هيتعاد مرتين، لأن أنا لو خدت بالي 8 هنا اللي هي الغير مظللة و8 المظللة. هنا دي بتقول إن هو في كلاش تيست ما بين الهانجر وما بين الكيبل تري. وهنا ما بين الكيبل تري وما بين الهانجر. أوكي؟ فمعنى كده إن أنا أفضل ان انا يا اما اخد الجزء المظلل يا اما الجزء الغير مظلل. وفي بعض الناس بتخلي بتشيل الجزء غير بتشيل الجزء المظلل ده خالص وتسيب الجزء الثاني، تسيب الجزء اللي هو اللي باللون الطبيعي بتاعه، بحيث ان هو ما يبقاش فيه كلاش تيست مكرر مرتين. في سؤال مبعوث، ممكن الصوره تكبر شويه. اوكي كده افضل. باشمهندس كده افضل.
باشمهندس محمد أشرف. ايه مش منس كده كده اوضح كتير. طيب فايدة تانية للكلاش، كلاش ماتريكس، أنا ممكن إن أنا من غير الكلاش ماتريكس ده هي أروح أعمل ما بين كل حاجة وكل حاجة، أقول مثلا أنا هعمل كلاش ماتريكس ما بين الكهرباء وما بين المعماري. أوكي، بس خد بالك إن أنت ساعة ما بتعمل كده بيبقى فيه كلاشز كتيرة بتطلع وهي مالهاش لازمة. زي إيه؟ مثلا لو أنا هتكلم ما بين الكهرباء بالكامل وما بين المعماري بالكامل، فأنت كده بتتكلم مثلا على كل حاجة محطوطة على حيطة. يعني بتتكلم مثلا عن اللي هو الكهرباء اللي متركبه على حيطه اللي اوريدي عامله كلاش مع حيطه، فانت كده انت بتقعد تكتر على الناس اللي موجوده معاك عدد كلاشات، وبتدي انديكيشن غير حقيقي للكلاشز اللي موجوده عندك في المشروع. فكلاش ماتريكس ميزتها ايه؟ ميزتها انها بتتكلم بالمنطق. انت دلوقتي بتقعد مع الناس اللي موجوده معاك وبتقول يا جماعه والله احنا هنعمل كلاش ما بين مثلا ما بين الكيبل تري وبين الحيطان، انما مش هنعمل ما بين الالكتريكال فيكستشر والحيطان، لان اوريدي الالكتريكال فيكستشر موجود على الحيطان. فلما هقول الكتريكال فيكستشر وحيطه، كل الكتريكال فيكستشر هتبقى عامله كلاش مع حيطه، مع ان ده في الطبيعي ده مش كلاش، ده هي بتتركب كده. اوكي، فكلاش ماتريكس بتخليني اتغاضى عن شويه حاجات. اوكي، ممكن انها تعمل لي فيك كلاشز. اوكي، فبتخلي المجهود بتاعي اقل شويه ساعه ما بيخلص الكلاشز دي، وابتدي بقى ان انا ادرسها واحد واحد واشوف مين مسؤول عنها. اوكي، فقبل ما ابتدي ان انا اشتغل واقول ان نيفيس وورك بيعمل كلاش تيست ولا لا، لازم ان انا اعمل الكلاش تيست ماتريكس دي. اوكي، في صورة تانية للكلاش تيست ماتريكس ودي احسن شوية، حاجة زي كده. هو اظن دي واضحة. اوكي، هنا مثلا بيتكلم على ايه، وهنا هو بيتكلم على الحتة اللي انا بتكلم فيها، شايفين الحتة المظللة اتشالت خالص. اوكي، وسايب بس الحته دي بحيث ان هو ما يبقاش فيه كلاش تيست طالع مرتين. فهنا مثلا اول حاجه ده ما بين الاي سي اير تيرمينال والاي سي اير تيرمينال. اوكي، هيبقى فيه كلاش تيست الكليرنس بتاعته زيرو. وبعدين ما بين الالكتريكال كيبل تراي فيرسز الاي سي تيرمينال، وهيبقى الكليرنس بتاعهم 5 مللي، وهكذا. اوكي، الصوره دي بصراحه اللي انا شايفها قدامي دي اللي هي فعلا بتبقى موجوده في معظم المشاريع، ان هو بيبقى الحاجات معمول لها كلاسيفيكيشن بشكل اكتر وبشكل اوضح، وكل اليمنت جاي، وفي اليمنت طبعا بنتغاضى عنها وبنكنسلها، وفي حاجات بتزودها، الكلام ده كله. طيب بيبقى ايه الريفرنس فيها؟ ايه الريفرنس ان انا اعمل كل اليمنت دي؟ بيبقى في معظم المشاريع بيبقى على حسب مثلا المشروع ده هو شغال بانهي كلاسيفيكيشن، شغال باليونيفورمات ولا شغال بايه بالظبط؟ اوكي، ولا اليوني كلاس ولا ايه؟ اليوني كلاس واليونيفورمات دي طريقه بعمل بيها كلاسيفيكيشن للاليمنتس عندي، بحيث ان انا ما انساهاش. اوكي، ابقى عارف كل اليمنت موجود تحت انهي ديسيبلين. بيبقى ليها تنظيم شويه بحيث ان هو ما فيش اليمنت موجود في المشروع يتنسي. ماشي، مش ضروري ان ارسم الاليمنت، بس هو بيبقى موجود عندي الكلاسيفيكيشن بتاعه ايه. بحط الاليمنتس كلها، وبحط الاليمنتس كلها على الافقي وعلى الراسي، وبشوف والله العلاقات بينهم ايه، العلاقات اللي انا عايز ان انا اعمل ما بينها ومن بعض كلاش تيست، وايه العلاقات اللي انا مش عايز ان انا اعمل ما بينها ومن بعض كلاش تيست. اوكي، قبل ما ادخل في حاجه تانيه، يا ريت لو في حد عنده سؤال بالنسبه لكلاش تيست ماتريكس يتكلم دلوقتي، لان اللي هيجي بعد كده مبني على اللي انا قلته. في حد ليه سؤال؟ في حد ليه سؤال هنا؟ كله فاهم الكلاشس ماتريكس ايه هي وبتعمل ازاي؟ نكمل. طيب يبقى انا دلوقتي انا عرفت عندي ايه هي الكلاشس ماتريكس. اوكي، جهزتها، عرفت ايه الحاجات اللي المفروض ان هو يتعمل ما بينها وما بين بعض تيست. هبتدي بقى ان انا ادخل في الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده ان انا كل حاجه موجوده عندي في كلاشس ماتريكس دي ابتدي ان انا امثلها بحاجه اسمها سيرف سيت. اوكي، النيفس وورك بيسمح لي ان انا اعمل سيلكشن لمجموعه من الاليمنت واسيبها بطريقتين، حاجه اسمها سيرف سيت وحاجه اسمها سيلكشن سيت. ايه الفرق بينهم؟
لو انا دلوقتي عندي النيفس ورك بتاعي اهو، انا هقفل معلش الحاجات بتاعت بقى المراجعات بتاعت الفيجوال كلاشز وكده، لو انا جيت اخترت مجموعه من الحاجات، اعمل سيلكت بوكس واختار مثلا مجموعه من الحاجات كده، اوكي انا دلوقتي مختار 2161 اليمنت. في عندي حاجه هنا اسمها سيتس، بدوس عليها مانيج سيتس بتطلع لي الحاجه اللطيفه دي. اوكي في عندي حاجه هنا اسمها سيف سيلكشن، وفي عندي حاجه هنا اسمها سيف سيرش. لو انا دوس سيف سيلكشن انا دلوقتي بعمل حاجه اسمها سيلكشن سيت، اوكي دي للحاجات اللي انا مختارها هتسيفها لي في المشروع بتاعي، بحيث ان اقدر بعد كده ان انا ارجع للحاجات دي في اي وقت واستعملها لو في كاش ديتكشن او لو في حاجه. بدوس عليها وبسميها مثلا دي ماي فيرست سيلكشن، لو الصوت بدل ان هو يبعد على الصوره يا جماعه حد يقول لي، بحيث ان اعمل الصوت بالشيرنج وابدا شيرنج تاني. اوكي ماي فيرست سيلكشن، ماي فيرست سيلكشن دي لو انا جيت بعد كده وعملت اسكيب، انا دلوقتي مش عامل اي سيلكشن لاي ايلمنت. اوكي لو جيت بعد كده ودوست على نفس ماي سيف سيلكشن رجع تاني واختار لي كل الايلمنت بتاعتي، واقدر بعد كده حتى ان انا اعمل عليها شويه عمليات، زي مثلا ان انا اعمل لها ايزوليت هايد ان سيلكتد، دي الايلمنت اللي انا اختارها دلوقتي. اوكي اقدر حتى ان انا في السيلكشن تري نفسها صارت عندي حاجه اسمها ستيتس، اقدر ان انا اشوف ماي فيرست سيلكشن دي واقدر ان ارجع لها في اي وقت، في كلاش تيست اقدر ان انا استخدمها، فهي بتبقى حاجه مفيده. اوكي وبيبقى في عندي حاجه تانيه اسمها سيف سيرش. اوكي في سيف سيلكشن وفي سيف سيرش. طيب انا شفت سيف سيلكشن دي، شفت عملتها ازاي بان اخترت شويه حاجات ودوست هنا وخلاص الموضوع انتهى. طب ايه بقى سيف بقى سيرش؟ سيف سيرش دي لما اعمل سيرش على مجموعه من الحاجات اللي موجوده عندي. اوكي طيب خلينا نشوف ازاي اعمل مجموعه، اعمل سيرش على مجموعه الحاجات دي. مثلا دي هنا طبعا فايند ايتم عشان اعمل سيرش. اوكي وابتدي هنا ان انا ادور على الاليمنتس اللي انا عايز ان انا ادور عليها. طب ادور عليها ازاي؟ لو نفتكر احنا ساعه ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت، احنا دخلنا هنا على سيلكشن تري وقعدنا نتفرج على الحاجات اللي موجوده فيها، ولقينا فيها حاجه هنا اسمها ستاندرد وكومباكت بروبرتيز. اوكي واتكلمت المره اللي فاتت عن البروبرتيز انها فيها حاجه هنا اسمها element و item، ودول اهم اتنين انا بتعامل فيهم مع الحاجات اللي جايه من الريفت. اوكي element اللي موجوده عندي هنا دي، و item اللي موجوده في الاول خالص. اوكي ففرضا انا دلوقتي عايز ان انا الاقي كل مثلا الابواب اللي موجوده عندي في المشروع، فتعالى هنا ندخل على المشروع نفسه ونمسك اي باب. مثلا الباب ده مثلا، اوكي وهدخل في الباب ده في البروبرتيز بتاعته، هدخل على element. اوكي دلوقتي الباب ده من ضمن الخصائص بتاعته ان هو element، الكاتيجوري بتاعه دورز. اوكي وبعد كده في عندي اللي هو التايب والفاميلي والكلام ده كله. انا والله بالنسبه لي لو انا عايز الابواب بتاعتي هيبقى كل الابواب اللي او كل الاليمنتس اللي الكاتيجوري بتاعها دورز. اوكي يعني دي تعتبر الحاجه المشتركه. لو انا اخترت باب تاني هلاقي برضه ان الباب ده لما باجي في اليمنت الكاتيجوري بتاعه دورز. اوكي فلو جيت هنا find item وقلت له والله دور لي على كل ال elements، كل elements اللي ال property بتاعتها اللي هدور عليها هي category، اوكي ال category دي بتساوي ايه؟ دورز. انا كده عملت ايه؟ كده عملت
اللي انا كنت شايفه هنا انا طبقته هنا، قلت له دلوقتي والله انت هتدور على الاليمنت اللي جوه الاليمنت ده، هي البروبرتي اللي انت هتدور عليها اسمها كاتيجوري، ممكن اقول فاميلي او بروبرتي او وات ايفر، لا انا اخترت دلوقتي الكاتيجوري اللي بتساوي دورز. اوكي، دور لي على كل الحاجات اللي بتشترك في ده، اللي بتشترك في التوصيف اللي انا لسه حاطه لك ده، وبعمل فايند اول. بيطلع عندي ان انا في عندي في المشروع ده هو 105 ايتم، ال 105 ايتم دولت مشتركين في نفس الحاجات اللي انا حاططها دي، element category يساوي doors. اوكي، لو حابب اني اتاكد ان هو بس مطلع لي الابواب ولا لا، هاجي هنا hide unselected، فعلا كل الابواب اللي موجوده عندي في المشروع هو مطلعها. اوكي، طيب كمثال تاني نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع السيرش. لو انا حابب دلوقتي ان انا ادور على كل الحيطان اللي موجوده في المشروع، زي ما قلنا هختار حيطه. اوكي، الحيطه دي element category walls. اوكي، element category equal بدل door walls find all، طلع لي 158 علشان اتاكد hide all selected، فعلا كل الحيطان اللي موجوده عندي في المشروع طلعها وعزلها. اوكي، طيب انا دلوقتي عملت السيرش دي. اوكي، لو انا حابب بقى ان انا احفظها، باجي هنا عندي من سيتس، وبدل طبعا بقى سيلكت، لا بقت المره دي سيف سيرش. اوكي، وبقول له دي اول وولز. فبالتالي لو انا بعدت او رحت في اي مكان او عملت اي حاجه وحب ان انا ارجع تاني الحيطان دي، يا اما من سيتس وبدوس عليها، يا اما سيليكشن تري من سيتس وبدوس عليها، يقدر ان هو يختارها لي مره تانيه ويقدر ان هو يرجعها لي، وبقدر ساعتها انها اتعامل معاها. اوكي، طيب لحد هنا يا جماعه في سؤال او الدنيا مش واضحه او كده؟ انا عارف الموضوع ممكن هو لبعض الناس اللي ما شغالش نيفيس وورك يبقى جديد، فيا ريت لو في حد عنده سؤال يتكلم دلوقتي. يعني الارقام في صورتين عباره عن كليرانس مش عدد كلاشات. انت بتتكلم على كلاش ماتريكس بالظبط، الارقام اللي موجوده في الصورتين دي عباره عن كليرانس مش عدد كلاشات. اوكي، لان كلاش ماتريكس بتتعمل قبل ما بعمل كلاشات خالص، دي بتبقى حاجه ببتدي بيها ان انا ابني كلاشات. في كلاش ماتريكس البيست براكتس انها تبقى بالكاتيجوري ولا في حاجه ثانيه؟ لا، مفيش حاجه اسمها بيست براكتس في الكلاش ماتريكس. هي بص، هو انت دايما بتحاول تخلي كلاش ماتريكس تبقى ماشيه مع البرنامج شويه اللي انت بتشتغل بيه. يعني لو انت دلوقتي شغال بالريفت، الريفت الابسط فيه انك انت تخليه بالكاتيجوري، بس في بعض الاحيان انت بتحتاج في الريفت ان هو يبقى فيه حاجات ثانيه غير الكاتيجوري. زي ايه؟ انا في عندي دكت. اوكي، الدكت يعتبر كاتيجوري، بس لو الدكت صغير وبيخبط مثلا عندي في الاستراكشر، اوكي ممكن ما يهمنيش. فبالتالي انا ممكن ان انا اعمل نوعين من الدكت، دكت صغير والدكت الكبير. الدكت اللي اقل من 600 مثلا عرض او ارتفاع، والدكت اللي اكتر من 600 عرض او ارتفاع. اوكي، فانت دلوقتي انت بقى ما بقاش الموضوع كاتيجوري، انت بقى الموضوع كاتيجوري وسايز. ننزل تحت كده شوية، صوت سابق صورة. حاضر، هقفل وافتح تاني. برجاء توضيح فائدة السيتس للماتريكس. اوكي، الأول بس هستوب شيرنج وارجع تاني وهقول لحضرتك دلوقتي حالا. أرجو كده تبقى الصورة واضحة. أنا هرجع تاني للصورة اللي أنا كنت فاتحها بتاعت كلاشس ماتريكس. أوكي، زي ما قلنا في البداية خالص، أنا بعمل الماتريكس اللي قدامي دي، بعمل الماتريكس اللي قدامي دي ليه؟ علشان أشوف ما عملش ما بين كل إيليمنت موجود عندي وكل إيليمنت موجود عندي، فلاقي عدد الكلاشات اللي المفروض إنها ما تطلعش كتيرة. وقلنا زي إيه؟ قلنا زي مثلا
الالكتريكال فيكستشر اللي محطوطه في الحيطه. اوكي، لو انا عملت ما بين الكهرباء وبين المعماري كل الكتريكال فيكستشر محطوطه في الحيطه تعمل كلاش، مع ان الحقيقه ان ده مش كلاش، ده هي مكانها كده. فكلاش تيست بتخلي كلاش ماتريكس بتخليني ان انا اقدر ان انا اعمل حاجه زي غربله، او ان انا اعمل فلترنج للحاجات اللي المفروض يتعمل لها كلاش تيست والحاجات اللي ما يتعملهاش. مجرد ما بعملها ببتدي بقى ان انا كل سطر موجود عندي هنا بعمل دي يا اما سيلكشن سيت يا اما سيرف سيت. ليه؟ عشان استخدمها بعد كده في كلاش تيست اللي موجود عندي. اوكي، وضحت كده دلوقتي ولا لا؟ باشمهندس مصطفى، تمام ماشي. فقلنا انا في طريقتين، قلنا السيرف سيت وقلنا السيلكشن سيت وعملنا الاثنين. طب نيجي بقى، طب انا ليه دلوقتي، يعني انا شفت السيرف سيت وشفت السيلكشن سيت، هو ليه في الاثنين وايه الفرق بينهم؟ شفنا فرق بينهم في موضوع السيلكشن والسيرش. اوكي، واحده انا بختار الحاجه اوكي وبعد كده بعمل سيف للسيلكشن، والثانيه انا بدخل على فايند وبقعد ادور على الحاجات بتاعتي وبعد كده بعمل لها سيف. واحده فيهم بقدر ان انقلها من مشروع للتاني والتانية ما بينفعش. اوكي، اللي انا بقدر ان انقلها من مشروع للتاني هي السيرف سيت، اللي انا ما بقدرش ان انقلها من مشروع للتاني هي السيلكشن سيت. اوكي، السيرف سيت لانها في الاخر هي توصيف بكود، انت بتقول لي دلوقتي دور لي على كل الحاجات اللي element category بيساوي walls، دي هتلاقيها موجوده في اي مشروع. انما السيلكشن سيت انت دور لي على element دي اي دي معين، الاي دي اساسا من الطبيعه بتاعته ان هو ما بيتكررش في مشروعين، في مشروعين ماشي. فالسيرش سيت بقدر ان انقلها من مشروع للتاني، سيلكشن سيت ما بينفعش. السيرش سيت لو انا في عندي مجموعه من المباني في مشروع واحد بقدر ان انقلها من مبنى للتاني، السيلكشن سيت ما بينفعش. في اسئله دلوقتي بتتبات من علي ياسين، لما أعد configuration لل appearance مشان يعلق البرنامج. معلش مش فاهم، معلش ينفع إنك أنت تكتبها كلها بالعربي أو كلها بالإنجليزي؟ لأن هو زي ما أنت ما شايف الكتابة بتطلع ملخبطة شوية. اللاج بسبب البرنامج. اللاج بسبب البرنامج، معلش، اللي هو انت تقصد اللاج بسبب البرنامج بسبب النيفس وورك نفسه يعني، ولا بسبب ايه؟ بين الصوت وصورة. اوكي، هقفل تاني الشير من عندي. اتمنى يكون الموضوع كده ظبط شوية. اتمنى يا جماعه يكون الموضوع كده ظبط شويه، معلش هو فعلا لو في عندك مشكله في النت هيبقى الموضوع مش مظبوط. انا عندي هنا النت سريع جدا، بس انا عشان شغال بسيم كارد انا مش شغال وايرد، فممكن يبقى على حسب النتورك اللي موجود عندي ممكن يبقى فيه مشكله او لا. مهندس خالد بيقول حلو قوي، يعني كانها تمبلت للتست استخدمها لكل المشاريع، مش هعملها كل مره من اول وجديد. بالظبط بالظبط ماشي، لو انت بتستخدم السيرش سيت مش هتعملها كل مره من اول وجديد، لو انت بتستخدم السيلكشن سيت انت كده انت كانك بتضيع وقتك كل مره في كل مشروع وبتخلص. اوكي، فبيفضل طبعا لو هو التيم اللي موجود عندك جامد، لا كله شغال بالسيرش سيت من اول مره ماشي، وانت بتنقل السيرف سيت دي من مشروع للتاني او بتنقل السيرف سيت دي من فايل للتاني. معلش قدر الله ما شاء فعل ماشي، بس احنا عارف اللي هو ايه، يعني الحمد لله ان احنا في حاجه عرفناها وما فضلناش على نفس اللي هو في ناس ما بتبقاش حتى عايزه انها تعرف الصح ايه، او بتكمل باللي هي عارفاه بس. بقول الحمد لله. ايه اللي بيحكم اولويه الحل كلاش بين الكاتيجوريز؟ بص يا باشمهندس مصطفى، اللي بيحكم الاولويه لحل كلاش ما بين الكاتيجوريز اوكي
انت دايما بيبقى في عندك في المشروع حد اللي هو بنقول عليه التكنيكال مانجر. اوكي، التكنيكال مانجر هو اللي بيقول من الاساس مين اللي ليه الاولويه ومين اللي ملوش الاولويه. الراجل ده بيبقى مثلا بيبقى راجل يعني مخضرم وفاهم العلاقات ما بين الاقسام وبعضها، ماشي، وبيقول مين الاول. مثلا لو مثلا انشائي وميكانيكا الاثنين خبطوا بعض، من المنطقي ان الميكانيكا هو اللي يحل مش الانشائي. اوكي، بس ناخد بالنا من حاجه، ان هو في حاجه اسمها بري سولفنج وبوست سولفنج. اوكي، البري سولفنج ان هو من قبل ما اي حاجه تحصل انا بقول اولويه لمين، ماشي. يعني مثلا زي المثال اللي انا لسه قايله ده، ان هو الطبيعي جدا ساعه ما يبقى في انشائي وميكانيكا خابطين في بعض، الميكانيكا هو اللي يحرك كده. بري سولفنج اللي هو انا يا جماعه انا بقول قاعده عامه، خدوا بالكم ان والله ساعه ما الانشائي والميكانيكا يخبطوا في بعض، ميكانيكا هو اللي يحرك، الانشائي مش هيعمل حاجه. اوكي، وفي بوست سولفنج اللي هو ساعه ما يبقى في قسمين، القسمين انا مش قادر ان انا احدد مين فيهم اللي ليه الاولويه. دي بتبقى بعد ما بعمل كراش تيست، انا بشوف النتائج اللي طالعه، وبعض النتائج دي هي اللي انا بقعد فيها بقى في كوردينيشن ميتنج وبقول مين اللي يتصرف على حسب الحاله. تمام، فاتمنى ان دي اكون جاوبتك عليها. When I want to set configuration, configure in at appearance to set the colors, the softs where doesn't respond. انا فهمت، انت دلوقتي بتحاول انك انت تغير الابيرنس عندك في النيفس وورك بتاع الكالرز، والبرنامج ما بيعملش ريسبوند. مظبوط، البرنامج هيعمل ريسبوند حاله واحده، لو انت عندك هنا في الفيو بوينت، تمام، جايب هنا دي مش فور ريندر، جايبها شيدد، او جربتها وجبتها شيدد، هتبص تلاقي انك انت عندك الابيرنس اتغير. اوكي، انما فور ريندر لا مش هيتغير. تمام، في سؤال تاني يا جماعه قبل ما نكمل؟ في سؤال تاني قبل ما نكمل؟ العفو. طيب، يبقى انا دلوقتي انا عمال بعمل السيرش سيت بحيث ان انا اظبط تمبلت عندي للكلاشز قبل ما ان اشتغل عليها. اوكي، شفت ازاي بعمل لاليمنت واحد او لمجموعه من الاليمنت بكاتيجوري معين. طب فرضا بقى انا دلوقتي عايز ان انا اعمل سيرش لحاجه متخصصه اكتر، انا مش بدور على كاتيجوري بس، انا بدور على حاجه اكتر خصوصيه. على سبيل المثال مثلا انا عندي في الريفت في عندي البايب كاتيجوري والبايب فيتنج كاتيجوري تانيه. اوكي، فلو انا عايز ان انا اعمل الاثنين في سيرش سيت واحده، اعملها ازاي؟ في طريقه اعمل بيها. اوكي، بس قبل الطريقه دي انا هعمل حاجه، هندخل على حاجه اسمها اللوجيكال جيتس، ويا ريت يبقى الانوتيشن فتح علشان نعرف نشرحها على سبورة هنا. annotation للأسف أنا مش لاقي annotation. طيب خليني هفتح عندي حاجة أرسم عليها. سؤال يا جماعة، حد سمع قبل كده عن حاجة اسمها لوجيكال جيتس؟ لوجيكال جيتس البرمجة، حد سمع عنها قبل كده؟ في حد سمع؟ مهندس عمر سليم طبعا سمع، أكيد طبعا، ماشي. أوكي، and or، تمام بالظبط مهندس مصطفى، بالظبط and or ونيجيت. اوكي طيب، والمهندس شادي تمام قوي. طيب تعالوا نشوف كده اللوجيكال جيتس للناس اللي مش عارفاها، ونشوف ايه هي اللوجيكال جيتس وبتتم معاها ازاي. انا هكتب دلوقتي على السبوره، لو لقينا ان الصوت والصوره مش مع بعض قولوا لي، بحيث ان انا اقفل وافتح تاني الشيرنج.
معلش ثانية. دلوقتي أنا في عندي حاجة اسمها إيه؟ وحاجة اسمها بي. أوكي. فاكرين الأشكال دي؟ الأشكال دي كنا بناخدها زمان تقريبا في الإعدادية، ولسه لحد دلوقتي إحنا بنذاكرها لأولادنا. أوكي. الموضوع بتاع التقاطع والاتحاد والمحصلة والحاجات الغريبة دي. فلو قلنا المنطقة دي، المنطقة، خليني أعمل لون تاني، المنطقة دي، المنطقة دي يا جماعة بتمثل إيه؟ خلينا نشوف ردود من الناس. الصوت سابق الصورة، ما زال الصوت سابق الصورة. حاضر، هقفل وهفتح تاني. كده أفضل شوية يا جماعة. دلوقتي سؤالي عن المنطقة المظللة باللون الأحمر. المنطقة دي بتمثل إيه؟ ما فيش صورة. طب دلوقتي في صورة يا باشمهندس ولا إيه؟ أنا دلوقتي عامل شيرنج. صوت فقط. باشمهندس محمد تعالى. ما حضرتك باشمهندس، هو حضرتك عملت شيرنج للسوفت وير ولا للسكرين كلها؟ الديسك توب يعني. ثواني يا فندم، انا عامل السكرين كلها. يعني هو لو السكرين يبقى حضرتك ممكن تتنقل ما بين السوفت ويرز المختلفة يعني، لكن لو حضرتك عامل تمام. للنيفس ورك بس مش هتقدر تعمل شير للتاني. طيب انا دلوقتي انا مشير برنامج اسمه كيرتا. فممكن طيب ثانية واحدة، هو بيحمل، أنا عندي لسه بيحمل، ما أعرفش بقى عند الناس ظهر حاجة. صفحة سوداء، صوت بس. لسه يا جماعة الصفحة صوت عندكم؟ احنا دلوقتي بنتكلم، لو انا في عندي حاجة كده، حاجة تانية كده. وبتكلم دلوقتي عن المنطقة. المظللة دي، المظللة باللون الأحمر، وبسأل المنطقة دي تعتبر إيه؟ عايزين باللغة البسيطة خالص، ماشي، يعني لا اتحاد ولا تقاطع ولا الكلام ده كله. أنا عايز بس أعرف الحاجات اللي هتبقى موجودة هنا دي بتمثل إيه؟ الحاجات اللي موجودة في المنطقة المظللة باللون الأحمر. أنا معاكم يا جماعة. المنطقة المظللة دي بتمثل إيه؟ بتمثل الحاجات اللي موجودة فيه بس، مظبوط يا باشمهندس شادي؟ تمام، أوكي. طيب، معنى كده إن الحاجات دي الحاجات اللي موجودة في إيه ومش موجودة في بي خالص، مظبوط؟ طيب، لو قلنا المنطقة دي اللي باللون الأخضر دلوقتي دي بتمثل إيه؟ الحاجات اللي موجودة في إيه وموجودة في بي بالظبط يا باشمهندس شادي؟ بالظبط بين لاين، أنا مش عارف مين لاين بس. تمام، أوكي، طيب، تمام أوي. يعني دلوقتي انا لو عايز ان انا اعبر، لو انا قلت مثلا ان اي دي مجموعه من الخواص، مجموعه معينه من الخواص،
وبي مجموعة تانية من الخواص، والمنطقة اللي في النص دي الخواص المشتركة ما بين A وما بين B. أوكي، فلو أنا قلت المنطقة الحمراء دي الخواص اللي موجودة في A وما بتتشاركش مع B خالص، المنطقة الخضراء الخواص اللي موجودة في A أوكي وفي نفس الوقت موجودة في B. لو أنا جيت أعبر عنها، أعبر عنها زي ما حضراتكم كاتبين. أوكي، الأولانية أول واحدة اللي هو المنطقة الحمراء دي هقول عليها A نيجيت B أوكي أو A ماينس B مظبوط. والمنطقة دي المنطقة اللي في النص دي A and B مظبوط يا جماعة لحد دلوقتي. طيب لو حبيت بقى كل العناصر اللي موجودة في A وموجودة في B هقول عليها إيه؟ كل العناصر الموجودة في A وموجودة في B في نفس الوقت. أوكي، دي بعبر عنها بإيه؟ اللي هو في الحالة دي هيبقى لا التقاطع اللي هو A و B. A and B هي التقاطع يا باشمهندس المعتز. أوكي، بس دلوقتي أنا بتكلم عن كل العناصر اللي موجودة في A وموجودة في B اللي إحنا كنا نقول عليها ساعتها اتحاد. أوكي، بس أنا دلوقتي بتكلم عن logical gates اللي هي AND و OR و NEGATE. في الحالة بتاعت كل العناصر اللي موجودة في A وموجودة في B هتبقى ساعتها A OR B. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي لو أنا بتكلم على كل العناصر أنا بتكلم على A OR B. لو أنا بتكلم عن العناصر اللي هي التقاطع بتاعت A وبتاعت B يبقى A AND B. أوكي؟ لو انا بتكلم عن العناصر اللي موجوده في A بس ومش موجوده في B يبقى A نجيب B. تمام يا جماعه؟ مفهومه دلوقتي ولا لا؟ يا جماعه تمام، مهندس شادي تمام، باشمهندس المعتز، باشمهندس شادي انا شايف ما شاء الله انت من الاساس معايا، وباشمهندس بشار اوكي، وبيم لاين باشمهندس تمام يا باشمهندس تمام قوي تمام. يعني تاني انا دلوقتي لو انا عايز كل العناصر بتاعت A وبتاعت B اور العناصر بتاعت A بس ما عدا العناصر الموجوده في B نيجيت العناصر اللي موجوده في A وB اللي هي تقاطع A وB يبقى اند. طيب جميل قوي دي اللوجيكال جيتس، دلوقتي بقينا شويه فاميليار معاها. نقفل الانوتيشن بقى وندخل على نيفس وورك. باشمهندس محمد ازاي الغي الانوتيشن؟ معلش حقك عليا، انا عارف انا متقل عليك. ثانية واحدة، احنا ممكن نعمل كلير. تمام قوي ماشي، جزاك الله خيرا يا باشا، متشكر جدا. اوكي ثانوي شكرا. فدلوقتي هنيجي هنا بقى ازاي اقدر ان انا استعمل الكلام ده هو عندي هنا. احنا قلنا دلوقتي ان انا في حاجه مثلا زي حاله ان انا في عندي اثنين كاتيجوري اوكي، كاتيجوري بتاع البايب وكاتيجوري بتاع البايب فيتنج. اوكي، لو انا هدور على البايب بقول element category equal to وباجي هنا وبقول البايب مظبوط ماشي. طيب لو عايز بقى مع البايب دي اضيف على نفس السيرش ست دي البايب فيتنج، فهقول برضو بنفس الطريقة element category equal to by fitting مظبوط. لو أنا سايبها من غير حاجة أوكي، عملت اللي هو عملت السيرش الأولانية اللي هو الحالة الأولانية أو اللي هو الاختيار الاولاني والاختيار الثاني من غير اي حاجه ما بينهم، دي كده كاني بقول له اند اوكي، واند زي ما قلنا اللي هي التقاطع بتاعت A وبتاعت B. ففي الحاله دي لو عملت فايند اول هيجيب لي ايه؟ صفر، لان مفيش تقاطع بين البايب والبايب فيتنج.
اوكي، انما انا عايز البايب والبايب فيتنج الاثنين في نفس الحاجه، يبقى ساعتها اقول له ايه؟ هقول له هنا كليك يمين اور كونديشن فايند اول، هيطلع لي في البروبرتيز. خلينا نقفل او نحرك دي كده شويه، نطلع لي 23 ايتم هنا. اوكي، دي كده كل البايب والبايب فيتنج اللي موجود عندي في المشروع ده. تعالوا حضراتكم نعمل كده هايد انسلكتد، فعلا كل البايب والبايب فيتنج اللي موجوده في المشروع. اوكي، وبالتالي انا ممكن نجي هنا على السيتس واقول له شير او سيد، سوري، السيرف سيت دي، ودي هتبقى بايب اند بايب فيتنجز. اوكي، طيب بنفس الطريقه element category equal to duct و duct fitting duct و duct fitting، واتاكد ان الاور كونديشن موجوده، اور كونديشن بتعلم عليها فعلا. دور لي على كل حاجه، 1230 elements on hide all، معلش اعمل find تاني. اوكي، hide unselected 1230 element، طلع لي كل الدكت والدكت فيتنج اللي موجوده في المشروع. تمام، فدي برضو اقدر ان اروح جاي هنا مره ثانيه واعمل سيف واقول له دكت اند دكت فيتنجز. اوكي تمام يا جماعه. طيب دي كده الاور كونديشن. اوكي، طيب انا عايز دلوقتي، ولنفرض مثلا ان انا في عندي، انا في عندي ايه، في عندي وولز موجوده في حاجتين، في وول مثلا موجوده في ستراكشر اللي هي الشير وول، وفي الوول اللي موجوده في الاركتكشر اللي هي الوول العاديه. اوكي، في سؤال الاول هنا. تمام، اوكي، في وول، انا وول موجود عندي في ستراكشر، وفي موجود وفي وول ثانيه موجوده عندي في اركتكشر. فانا دلوقتي انا عايز ان انا الوول اللي موجوده في ستراكشر بس. اوكي، حد يقدر يقول لي ازاي باللوجيكال جيتس اقدر ان انا اجيبها؟ حد يا جماعه يقدر يقول لي كده؟ باشمهندس شادي، انا حاسس انك انت ممكن انك انت تجيبها دي. حد يفكر معانا يا جماعه؟ الوول اللي موجوده في ستراكشر بس ومش موجوده في اركتكتشر، وليها اكتر من طريقه تتجاب بيها. نيجيت، نيجيت ما بين ايه وايه؟ قول اول حاجه مثلا هتبقى element category equal to wall، تاني حاجه بقى هتبقى ايه؟ تاني حاجة الاستراكشر نفسه. تمام، نيجيت فروم لينك بالظبط. تمام، وممكن نيجيت ماتيريال. تمام برضه، والمهندس شادي بيقول انها وول استراكشر نيجيت وول اركتكشرال. تمام، بس دي هتبقى طويلة شوية يا باشمهندس شادي. ديفاين ذا تارجت. اوكي، هو احنا قلنا التارجت بتاعنا ان احنا دلوقتي الوول اللي موجودة في استراكشر ومش موجودة في اركتكشر. اوكي، if structure or architectural structure، باشمهندس علي، هي structure. طيب خلينا نشتغل عليها على طول، خلينا نشتغل عليها ونشتغل عليها باكثر من طريقه. دلوقتي لو انا عايز الوول اللي موجوده في structure بس، اوكي، هفتح الانوتيشن ونكتب عندي الوول اللي موجوده في ستراكشر دي، هنفرض مثلا ان دي وول، دي كده كل الوول اللي موجوده في المشروع. اوكي، ودي لينك الاستراكشر. تمام، انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز المنطقه دي. تمام، عايز المنطقه اللي بتقول لي الوول اللي موجوده في ستراكشر. فالمنطقه دي هتبقى ايه؟ هتبقى اند.
مظبوط مظبوط يا جماعة. فعشان اعمل الكلام ده هو انا ممكن اروح اعمله بالطريقة دي، اعمله باند. تمام، اعمله باند، اعمله باند ما بين الوول element category equal to وول. اوكي، ودي بقى هنعملها بقى ازاي؟ دي احنا قلنا ان احنا في عندنا حاجتين، احمد حلمي ريزد هاند. باشمهندس احمد اكتب على طول، اكتب على طول في الشات بعد اذنك. اوكي، element category equal to وول، والتاني دي انا هكتب فيها حاجه ليها علاقه باللينك بتاع الستراكشر. طب لينك الستراكشر هجيبه منين؟ علشان اعرف انا مش هحاول ان انا افتح كتير، انا هختار اي element عندي من الستراكشر او اي element من اي حاجه موجوده عندي وابتدي ان انا اشوف. احنا قلنا اهم حاجتين موجودين عندي في الريفت الاليمنت والايتم. اوكي، الايتم هنا في حاجه اسمها سورس فايل. اوكي، سورس فايل دي هي اللي موجود فيها اسم اللينك اللي موجود بتاعي. فكده ايتم سورس فايل ار اس تي. اوكي، اجي هنا الناحيه الثانيه بدل element لا هي ايتم source file او source file name. هو هنشوف دي في اوقات بتنفع ودي في اوقات بتنفع. انا هختار معلش المره دي source file name. اوكي، وهاجي هنا معلش انا مش هدوس equal على طول. اوكي، في عندي غير ال equal في حاجه اسمها not equal contains wildcard define undefined. اوكي، not equal معروفه، equal و not equal معروفه، واحده فيهم كانك انت بتختار حاجه معينه والثانيه كانك بتقول ايزوليت الحاجة من اللي هو من الاختيار ده. contains دي قوية جدا وهي اللي هستخدمها المرة دي. wild card ما بستخدمهاش كتير صراحة، و define و undefine والكلام ده. التلاتة دول تقريبا الاستخدام بتاعهم بيبقى تقريبا مش كتير بالنسبة لنا، لأن هو فيهم كلام كتير، مش الموضوع بالنسبة لهم مش دايركت يعني. فبيفضل استخدام التلاتة الأولانيين اللي هي equal و not equal و contains. المرة دي أنا هستخدم contains لأن في معظم المشاريع بيبقى موجود عندنا الاستراكشر مثلا بنبقى مثلا محددينه بحرف او بحرفين او بثلاث حروف اس تي ار مثلا، فاي حاجه فيها اس تي ار انا بقدر على طول ان انا اقول ده كان استراكشر. اوكي، في الحاله بتاعتي دي انا هقول اي فايل موجود عليه ار اس تي. اوكي، كونتينز ار اس تي، واند احنا قلنا اند اللي هي موجوده من غير حاجه خالص، فايند اول no object no object، يبقى بدل source file name اخليها source file بس contains str rst sorry rst. اوكي، ست item لقالي ست item، اتاكد بس منهم الاول فعلا هو لقى دلوقتي walls موجوده عندي في الاستراكشر. اوكي، يبقى في الحاله دي انا استخدمت and علشان اجيب الحيطان اللي موجوده في الاستراكشر بس. تمام يا جماعه، واقدر ان انا سايبها هايد اول فايند اول. اوكي، اس تي ار وولز. اوكي، طيب لو نجيت احنا دلوقتي انا عندي الوولز كلها ما عدا الوولز اللي موجوده في اركتكشر، مظبوط؟ لان انا متاكد ان انا عندي الوولز موجوده في استراكشر واركتكشر. طيب يبقى هاجي هنا علشان استخدم نيجيت ايتم سورس فايل نيم كونتينز الاركتكشر اللي عندي موجود في ارك اي ار سي. اوكي، وهاجي هنا هتاكد ان انا اعمل لها نيجيت فايند اول ست ايتم برضو، ماشي؟ فانا كده شغال صح. اوكي، يبقى انا دلوقتي احنا شفنا طريقتين نجيبها بيهم، شفنا طريقه ان احنا نجيب بيها بالاند وبالنيجيت. اوكي، الكلام ده بينفع في ايه يا جماعه؟ الكلام ده بينفع لو انا زي ما قلنا مثلا انا عايز ان انا اخد كذا حاجه في نفس الوقت زي البايب والبايب فيتنج. اوكي، عاوز حاجه معينه مخصوصه بالاليمنت زي مثلا في عندي بايبس مثلا في الاتش فاك وفي عندي بايب في البلامنج. اوكي، فانا دلوقتي انا عايز ان انا اخد مثلا البايب بتاعت الاتش فاك
مع يعني وما اخدش البايب بتاعت البلامينج. في بعض الاحيان بتبقى عشان مقاسات، اوكي عايز ناخد مثلا الحيطان اللي مقاسها مثلا لا يتعدى مثلا 15 سنتي، اوكي وما اخدش الحيطان الاكبر من كده، فبتبقى عشان اعمل فلتر بصوره اعلى. اوكي بس اخد بالي طبعا ان هو في حاجات بيبقى فيها شويه ريستريكشنز، زي مثلا لو احنا بنتكلم على مقاسات ضغطات معينه. اوكي لو انا جيت اتكلم على مقاسات ضغطات معينه، مثلا انا مثلا في بعض الاحيان بقول ان انا عايز الضغطات اللي اكبر، ان اللي الطول او العرض بتاعها اكبر من 600. اوكي في مشكله في الريفت، ان الريفت بيطلع المقاسات كتكست مش بيطلعها كرقم، فبالتالي لو انا جيت مثلا هنا وقلت ايه من كاتيجوري ايكوال تو دكت، اوكي وجيت على الخاصيه الثانيه قلت مثلا اختار اي دكت هنا عندي عشان اشوف ايه الخاصيه اللي انا ممكن اشتغل عليها من elements، مثلا هنا الهايت مثلا انا عايز الهايت يبقى اقل من 600. اوكي يبقى element height اقل من 600. اوكي هاجي هنا element element height، هلاقي اكتر من height ما شاء الله. اوكي لو هي هاي بتاعت الضغط هبص الاقي ان حته اكبر منه واصغر منه ويساوي مش موجوده. اوكي لان في الطبيعي ان الريفت بيتعامل مع الهايت بتاع الضغط على ان هو مش رقم، على ان هو كتابه. اوكي على ان هو تكست، فبالتالي ما بيفهمش اكبر منه واصغر منه ويساوي. اوكي ففي حاله زي كده ما بقدرش قوي ان انا اتعامل مع الكلام ده هو بصوره دايركت، ما بقدرش ان انا اتعامل مع اللي هو اللوجيكال جيتس والحاجات دي بصوره دايركت، بس بيبقى في حل تاني. اوكي هل في حد يقدر ان هو يقول لي مثلا ايه الراوند اللي هو الصوره الغير مباشره اللي انا اقدر بيها ان انا احول تكست اخليه يبقى رقم؟ يعني انا دلوقتي جوه الريفت، الريفت متعرف على السايز بتاع، ما شاء الله تمام تمام يا باشمهندس معتز. هو لا هو باشمهندس معتز جاب على طول، هو فعلا هو الداينامو. الداينامو انا ممكن ان انا اخلق بيه حاجه، اوكي اخلق بيه خانه جديده لبارامتر جديد واقول ان البارامتر ده هو عباره عن رقم، اوكي واسميه مثلا ان هو هايت نيفس وورك مثلا، اوكي وابقى متاكد ان هو الخانه دي مش هتاخد تكست، هي هتاخد سترينج. اوكي وابتدي ان انا اتاكد ان انا انقل كل الهايت او الويتس اللي موجودين في الضغط، انقلهم الخانه دي عشان بعد كده لما يجي عندي هنا في النيفس ورك اقدر ان اتعامل معاه. فدي من اسهل الطرق اللي انت تقدر انك انت تتعامل بيها مع ارقام مكتوبه على انها تكست. اوكي تمام. طيب لحد دلوقتي يا جماعه في حاجه مش باينه في اللي انا قلته ده، او موضوع اللوجيكال جيتس وازاي ان انا اعمل سيرش سيت والكلام ده هو، وايه فايده السيرش سيت وايه فايده السيلكشن سيت؟ لو في سؤال يا جماعه يا ريت يتقال. string to number مظبوط يا باشمهندس، انا فعلا قلت string بس تمام، وسي شارب طبعا اكيد تمام. باشمهندس معتذر لو في حاجه اكتبها على طول. تمام نكمل يا جماعه. تمام طيب دلوقتي انا يعتبر خلاص ان انا عملت السيرش سيت اللي موجود عندي. اوكي رجعت تاني بقى للكلاش ماتريكس بتاعتي، عملت كل السيرش سيت اللي موجوده فيها، وهبتدي بقى استخدم بقى السيرش سيت اللي موجوده عندي دي عشان اعمل الكلاش تيست اللي موجوده اللي مطلوبه مني. بفتح كلاش تيست، اوكي باجي مره تانية على كلاش ماتريكس، مثلا انا عايز دلوقتي ار تيرمينال فيرسز ار تيرمينال مع
كلاش كليرنس زيرو. فباجي هنا سوري باجي هنا اتست اوكي مثلا اخليها مثلا اير تيرمينال او بلاش اير تيرمينال اخليها حاجه من الحاجات اللي احنا عاملينها مثلا باي فيرس دكت باي اند باي فيتنجز فيرسز دكت اند دكت فيتنجز اوكي. باجي هنا اول حاجه بدخل عليها هي رولز اوكي. خد بالك الرولز دي في بعض الاحيان ناس بتعمل بيها حاجات ما بتبقاش مظبوطه كتير، ان هو مثلا بيعمل اجنور لبعض الكيسز اوكي. بعض الكيسز زي ايه؟ ان هو يبقى ايتم في نفس الجروب او ايتم في نفس البلوك او ايتم في نفس الفايل. بيفضل طبعا انك انت لو بتشغل كلاش تيست انك انت ما تعلمش على اي حاجه من الحاجات دي اوكي. بعد كده بتيجي هنا طالما انت عامل سيرش سيت ما بتقفش على الستاندرد طبعا، بتقف على السيت على طول اوكي، وبتختار بايب فيرسس دكت تمام. طيب نوع الكلاش تيست ده هو ايه؟ هارد ولا هارد كونزرفاتيف ولا كليرنس ولا دوبليكيت؟ اولا ايه الفرق بينهم؟ هارد دي معنى كان هو في حاجه خطة في الثانيه اوكي، حاجه خطة في الثانيه، لو ما فيش حاجه خطة في الثانيه خلاص الدنيا بالنسبه له بيس قوي. هارد كونزرفاتيف دي بتبقى اقوى شويه من الهارد. بسبب ايه؟ الريبت دلوقتي بيشتغل بحاجه زي المش اللي هو الشكل الخارجي للاليمنت، او سوري النيفس ورك نفسه بيشتغل بحاجه زي المش الشكل الخارجي، بيقسمه مثلثات ويبتدي ان هو يشتغل عليها. لو هو هارد بس في بعض المثلثات اللي مش كامله ما بيدخلهاش معايا في التست. هارد كونزرفاتيف بيدخل الاليمنت الكامل حتى لو في بعض المثلثات اللي مش كامله. الناس اللي كانت بتشتغل 3 دي ماكس عارفه الموضوع ده. هو الناس اللي بتشتغل 3 دي ماكس تعرف بس ان هو الموضوع ان هو بيبقى الاليمنت نفسه دقيق شويه في وهو بيتعمل له الاختبار بتاعه. كليرنس ده بيبقى المسافه بين الاثنين اليمنت، انت مثلا محدد مسافه ان هو يبقى مثلا ما بين البايب وما بين الدكت لازم يبقى على الاقل في 10 سم. لو قلت المسافه عن 10 سم اعمل لي ده كلاش اوكي. فمعنى كان مش لازم الحاجه تبقى خطه في الثانيه ماشي، ده لو المسافه اقل من 10 سم هو يطلعها. دوبليكيتس معنى كان هو في لو في دوبليكيتس في حاجه معينه يطلعها اوكي. فمعظم المشاريع احنا بنشتغل بهارد وهارد كونزرفاتيف بس، حتى كليرنس ما بنشتغلش فيها تمام يا جماعه. وفي الاغلب احنا بنشتغل بهارد كونزرفاتيف. طيب تولرانس اللي موجوده عندي هي معناها ايه؟ تولرانس دي لو موجوده مع هارد معناها المسافه اللي هو ممكن يتغاضى عنها، ان هو لو الاثنين اليمنت خابطين في بعض بمسافه زي ما احنا موجودين مثلا دلوقتي هنا 1 سم اوكي هو يتغاضى عنه. انما لو اكتر من 1 سم خابطين في بعض لا كده في مشكله اوكي. الكلام ده بيختلف لو كليرنس. لو كليرنس بيبقى التولرنس ده بيحدد المسافه المينيمم اللي المفروض تبقى بين اثنين اليمنت تمام. فواضحه لحد دلوقتي يا جماعه؟ واضحه او في سؤال؟ في سؤال يا شباب؟ في سؤال تمام اوكي اوكي. طيب انا في الحاله اللي انا فيها دي انا عايز هارد كونزرفاتيف، معلش انا هعمل دي زيرو، انا مش عايز اي تولرنس اوكي. لو حاجه خبطه في الثانيه، لو حاجه مجرد ملي خبطه بينها وبين الحاجه الثانيه طلعها لي كلاش، وهقول له ران تيست اوكي. التست اتعمل له ران، مفيش اي كلاش ما بين دي ما بين اللي هو ما بين البايب وبين الدكت. طيب هعمل واحد تاني ما بين ال كيبل تري والدكت. هو في سؤال؟ ممكن مثلا بين الحساسات وكشافات الاناره يتحط كليرنس؟ يتحط كليرنس ايوه بنعملها في بعض الاحيان. مش الكشافات وحساسات الإنارة بس، ده كمان ما بين الـ HVAC Air Terminal وبين الـ Smoke Detector وبين الـ Supply و Return بتاعت الـ HVAC Air Terminal كمان.
فبنستعملها في بعض الاحيان، بس دي في معظم الاحيان بتبقى في اثناء الديزاين. اوكي، فاثناء الشوب دروينج ما بتتعملش كتير، لان بيبقى معمول حساب انها خلاص اتعملت في الديزاين، فمش عايزين احنا نعيدها تاني. اوكي، بس هي فعلا بتعمل وعندك حق. تمام، نرجع الوقت ده هنعمل ما بين الكيبل تري versus duct، وبنفس الطريقة برضو كيبل تري والduct وران. اوكي، ما عندناش برضو ما بينهم وما بين بعض. خلينا نعمل ما بين الوول وول والduct، وول versus duct. All wall versus duct run. اوكي، طلع عندي هنا كلاشات. دي كلاشات يا جماعه اللي موجوده عندي. اوكي، طلع عندي 174 كلاش. هنفتح دي شويه، هنفتح item بحيث ان احنا نعرف ما بين كل واحد تاني. دكتور ابراهيم عطيه، من مميزات البرنامج ممكن ريفرنس بوك. دكتور ابراهيم، من افضل الحاجات بالنسبه للسوفت وير الهيلب بتاعها، بيبقى في الهيلب نفسه بيبقى فيه يعني فعلا بيبقى فيه كل حاجه انت محتاجها. يعني حتى احنا فيه في اوقات لما بنيجي نتعلم حاجه جديده على البرنامج بندخل في الهيلب بتاعه نفسه. ريفرنس بوك ممكن ان هو يبقى منظم شويه، اوكي، يبقى عامل المواضيع بتسد في المنطقي شويه، انما برضو مش اقوى من الهلب بتاع البرنامج. اوكي، خليني لو لقيت ريفرنس بوك اقدر ان انا ابعته لحضرتك غير الهلب بتاع البرنامج، هكلم مهندس محمد او مهندس عمر واشير معاهم الحاجه دي يقدر ان هو يتواصل مع حضرتك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا شايف عندي دلوقتي انا شايف عندي كلاشز اللي طالعه. اوكي، طالعه بين ايه وبين ايه. اوكي، الاليمنت الموجود بالاحمر طبعا هو الاليمنت الموجود قدامي هنا، اللي هو انا مثلا لو هبص على التسلسل بتاعه ده اليمنت معماري. اوكي، موجود في الدور الثالث، عباره عن وول بيزك وول، واليمنت موجود في الار ام اي لينك. اوكي، اللي هو ميكانيكال لينك او ميكانيكال الكتريكال لينك. اوكي، في ليفل 3 داكت ريكتانجلر داكت والكلام ده، وهو باللون الاخضر. اوكي، دلوقتي كل حاجه باينه لان انا عامل هنا حاجه اسمها هايلايت اول كلاش. لو شلت دي بيوريني الكلاش اللي انا واقف عنده بس. After I found the detection, which action can I do؟ ده اللي احنا بنعمله دلوقتي يا باشمهندس علي. ثواني حضرتك خليك معايا وهقول لك على كل حاجه. دلوقتي دي كلاشز اللي طلع قدامي تاني. اوكي، اللي بيقول لي عندي هنا ده اللي على اليمين الاليمنت اللي باللون الاحمر، اللي على الشمال الاليمنت اللي باللون الاخضر. اوكي، اقدر طبعا ان اعمل سيلكت لاي واحد فيهم لما ادوس هنا، وساعتها هيتعمل له هايلايت. لو انا دوست على هايلايت اول كلاشز، اوكي، كل الكلاشز اللي موجوده عندي اللي طلع عندي من التست ده هتبقى موجوده وظاهره. ديم اذر بيخلي بقيه الشغل اللي موجود حواليا معمول بلون ديمد شويه. هايد اذر بيخبي كل حاجه ما عدا الكلاش اللي موجود. اوكي، في حاجات كتيره تاني هنا انا مش حابب ان ادخل فيها دلوقتي لان الوقت للاسف مش سايع. اوكي، بس خلينا نتكلم عن ايه هو اللي انا اقدر ان انا اعمله اول ما يطلع عندي الكلاشز دي. انا كبيم مانجر اول ما بيطلع عندي الكلاشز دي، في كلاشز فيك وفي كلاشز تستاهل انها تتحل. اوكي، وفي كلاشز بتبقى اوريدي انا حاطط لها رول عشان تتحل بيها. بمعنى ايه؟ الحاجات اللي انا حاطط لها رول عشان تتحل بيها، زي مثلا الحاجات اللي هي اللي ممكن تطلع بين الاستراكشر وبين الميكانيكا، فانا بقول دايما يا جماعه لما تطلع حاجه بين الاستراكشر والميكانيكا يا ريت الميكانيكا يعدل. اوكي، وبحطها عندي في كلاش تيست. فاول ما بيطلع مشكله انا ما بتعاملش معاها خالص، انا ببعت للراجل بتاع الميكانيكا لو سمحت حل الحاجات دي. اوكي،
ولو وقفت حاجه انت فعلا مش قادر انك انت تحلها ساعتها في الكوردينيشن ميتنج هنتكلم عليها. اوكي طيب، بعد ما تخلص الحاجات ده هي بعمل ران مره تانية وبشوف بقيه الكلاشز اللي موجوده، وابتدي بقى ان انا اتواصل بقى مع الناس في الكوردينيشن ميتنج ونبتدي ان احنا نحلها مع بعض. اوكي حاجه تانية بس قبل ما بنوصل للكوردينيشن ميتنج، لازم ان انا اعمل حاجه اسمها جروبنج. وانا هنا في اللي هو الكلاش تيست نفسه، لو نلاحظ هنا تحت في حاجه هنا كان متعلم عليها اسمها كومبوزيت اوبجكت كلاشينج. ايه كومبوزيت اوبجكت كلاشينج ده؟ هي كومبوزيت اوبجكت كلاشز دي لو في اوبجكت واحد عامل اكتر من كلاش بيخليه لي في الاخر هو كانه كلاش واحد. اوكي فبيقلل شويه عدد الكلاشز اللي موجوده، مش بيلغي كلاشز بس هو بيبين لي ان هو في اوبجكت واحد خابط في 3 4 اليمنت فبيخليه كلاش واحد، ما بيخليهوش اكتر من حاجه. اوكي وبالمثل برضو ان انا باجي هنا وبحاول ان انا اعمل جروبس. الجروبس ده هي مثلا بتبقى على اساس ايه؟ مثلا ان هو في اليمنت معين خابط مثلا في مجموعه من مثلا من الاليمنتس الثانيه، فابتدي اعمل لهم جروب مع بعض. او مثلا حد ان انا اعمل جروب بالليفل، الحاجات اللي موجوده في ليفل واحد بعمل لها جروب مع بعض. اوكي الحاجات اللي موجوده في روب بعمل لها جروب مع بعض، زي مثلا كده باجي دي الحاجات اللي موجوده في الروف، بروح جاي هنا جروب سيلكت كلاشز. اوكي بقت دي جروب وبسميها مثلا دي روف كلاشز. اوكي بحس ان انا في الاخر ما الاقيش الكلاشز اللي موجوده عندي مثلا 50000 كلاش 60000 كلاش، لا بحاول ان انا اقللها شويه عشان حتى الناس تعرف انها تتعامل معاها. اوكي في عندي برامج بتعمل الكلام ده، في عندي برامج بتقدر انها تعمل جروبنج، وفي عندي اد انز بتقدر انها تعمل جروبنج. اوكي بس احنا دلوقتي بنتكلم على اللي هو ايه، على الخطوط العامه للموضوع، ان انا بقدر نعمل جروبنج. يا جماعه دي اسهل طريقه بقدر نعمل بيها، بقدر نعملها من هنا. لو انت عايز حاجه ادفانسد شويه في برامج بتعمل كده. طيب عملت جروبنج، فحصت كلاشز، الكلاشز اللي موجوده كلها فاليد، ابتدي بقى في كوردينيشن ميتنج. باجي كلاش زي اللي انا واقف عليه، يا جماعه والله في كلاش ده. اوكي بيبقى قدامي المعماري والميكانيكا، بنبتدي ان احنا نتناقش الكلاش ده المفروض مين اللي يحله. في الوقت ده لا، ده الميكانيكا تمام، هو كل حاجه متظبطه، المعماري هيفتح هنا. اوكي اتفقنا على مين هو اللي هيعمل الاكشن عشان الكلاش ده يتحل. باجي هنا على الكلاش ده وبعمل حاجه اسمها اساين، وبكتب هنا ارك. اوكي ممكن ان اكتفي باساين تو ارك، او اكتب هنا في النوتس ارك تو ميك ان اوبننج. اوكي وكده انا عملت اساين كلاش، والمفروض بقى اللي هيحصل بعد كده ان هو المعماري هيحل الكلاش ده، وبعد ما يخلصوا انا هعمل ران تاني لنفس الكلاش اشوف الكلاش ده اتحل ولا لا. تمام اوكي رديت كده على سؤال حضرتك ولا لا مهندس علي؟ تمام. طيب بعد ما خلص يا جماعه الكلاشز اللي هي اللي موجوده عندي، زي ما قلنا انا كنت بريفير طبعا اللي هو كلاش تيست ماتريكس، وعملت السلكشن سيت وخلصت الحاجه اللي موجوده عندي. المفروض بقى ان انا بقى اطلع بقى الريبورت بقى اللي موجود عندي للكلاشز هي. اوكي بختار ايه اللي هيطلع في الريبورت ده، وبختار شكل الريبورت، وبعد كده بعمل برايت ريبورت وببعته. اوكي خلينا نشوف الشكل بتاعه ده بيبقى شكل كلاش ريبورت اللي طالع. اوكي بيبقى طالع كل كلاش موجود عندي ايه، طبعا دي عشان كان جروب هي طالعه بالشكل ده.
ماشي، وبعد كده بقيت كلاشات تانية، بيطلع عندي الاليمنت اي دي، بيطلع عندي الديسكريبشن، بيطلع عندي كل حاجه عن الكلاش بتاعي، فاقدر ان انا ابعت الكلام ده هو للمهندسين اللي موجودين اللي شغالين في المشروع، بحيث ان هم يقدروا ان هم يشتغلوا في الحل على طول. اوكي، واقدر ان انا الفايل نفسه علشان اعمل له حاجه زي اركايف، اقدر ان انا محتفظ بالحاله بتاعته، بسيفه في حاجه اسمها ان دبليو دي، نيفس ورك دوكيومنت. نفس ورك دوكيمنت بيبقى كانه بايندد كوبي من الشغل اللي موجود عندي، بقدر ان انا اشيله بكل المشاكل بتاعته، هو خلاص بيقفل اللينكات بتاعته، فبيفضل محتفظ بالارقام اللي موجوده جواه، بقدر ان ارجع له في اي وقت تاني. اوكي تمام، كده يعتبر ان انا المحتوى اللي موجود عندي هنا في الكورس انا يعتبر ان انا خلصته، بس انا عارف ان في بعض الحاجات اللي احنا يعتبر عدينا عليها بسرعه قوي. اوكي، بس انا هطلب من حضراتكم طلب، هو عشان طبعا اللي هو الميعاد بتاع الكورس كان ساعتين، انا عارف ان ساعتين ممكن هما يبقوا قليلين جدا. اوكي، انا معتمد على التسجيل اكتر من الشرح في الوقت الحالي، وطالب من حضراتكم ان هو اللي هيبقى فيه عنده بعد كده اي سؤال ممكن ان انا اشير مع حضراتكم دلوقتي الايميل بتاعي. اوكي، الايميل بتاعي هو ده، اوكي ده الايميل بتاعي، اللي حابب في اي وقت ان هو يبعت لي عليه هرد عليه. انا زي ما قلت الحركه معتمد اكتر على انك انت هتاخد المحاضره دي هتراجعها اوكي من التسجيل بتاعها، ولو في اسئله تانية فيها انت تقدر انك انت تبعت لي في اي وقت وان شاء الله هجاوب عليك. اوكي، شكرا لحضراتكم، يعتبر كده النهارده خلصنا، واستاذن باشمهندس محمد وباشمهندس عمر نعمل ان ميوت الناس اللي حابه انها تسال. اوكي، وإياكم جزاك الله خير. السلام عليكم، لو سمحت لو حد عنده سؤال بس يعمل ريس اب، عشان لو فتحنا الصوت مش هنسمع بعض يعني. لو حد عنده سؤال، هو دكتور ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور ابراهيم. دكتور ابراهيم سامعني؟ كده ممتاز. عليكم السلام يا باشمهندس، جزاكم الله الف خير، ما شاء الله منورينك بان كويس يعني، ما شاء الله. اهم حاجه يكون بس الظروف تمام وصحتك تمام الحمد لله، لان كنا الحمد لله عند حضرتك ظرف كده طارئ، والله يعينك ويعين عليك الحمد لله انه عدى. معلش، هو عشان بس الغربه وكده، فساعات ما بيبقى في زميل تعبان او كده يعني، ما بتقدرش انك تتاخر عنه يعني. لا اكيد طبعا، والنعم فيك حضرتك، كلك ذوق وكلك اخلاق. ربنا يخليك، جزاك الله خيرا. انا والله دكتور عمر. ايوه نعم يا فندم. كان باشمهندس عمر يتكلم. لا يا فندم، اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور. الله يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. الله يبارك في سعادتك يا رب. هو كان بس في عندي يعني بعض ال، انا استخدمت الليبت بيم في بعض المشاريع عندي هنا في الكلاشات، وكانت طبعا بعض المشروع طبعا حصل له اكتر من بيزس واكتر من اوبريشنز اكتر كتير ومور كتير يعني، زي ما بتقول كده قلبت المشروع مش 180 درجه، قلبته 360 درجه يعني، على الرغم ان هو يعني بنيت منه اكتر من 70%. اتفضل حضرتك. فطبعا انت عارف بقى المواضيع دي بتاثر، بتديك كوست عالي ومشاكل مع المالك وكليمز كتير وتدخل بقى في موال، وكان العقد فيزيك وكده. ف أنا كان موضوع السؤال بتاعي بالنسبه يعني، انا خلصت الكلاشز وعملت المشروع خلص تمام يعني، انا بسيطه مقبوله ان انت بتعمل ديفيشنز عن الاسبلت يعني، طبعا نتيجه ان في بعض التعرضات، وانت اوريدي البرنامج مطلع لك الكلاشز وحلتها فعلا وخلاص وتفادتها ومفيش مشكله، لكن ظهرت لك حاجه معماريه المالك طبعا بنى لك حاجه معينه
عمل لك جدار، عمل لك بيم، عمل لك شباك كده بطريقه معينه جوه في المبنى، قلب لك الدنيا تاني. فبدات ان انت يعني غيرت بقى ايه، عملت حاجه بنسميها زي سكتش اب كده، ان انت تبتدي تطبق الكونديشنز بتاعت الاسبلت في اللحظه ديت، لان انت عملت ديموليشن اللي هو ريد لايننج يعني. مظبوط بالظبط كده، الله ريد لاين مظبوط كده تمام. فطبعا ده ما بيتحسبش فلوس، ده اللي انا كنت عاوز اسال عليه يعني، رغم ان هو بعيد عن المحاضره، الله اعلم زي ما انت ممكن تجاوبني ولا لا، يعني كان بعيد عن الحسبان، لان انا كنت مدير مشروع وقبلها كنت استشاري، فاستشاري حاجه ومدير مشروع اول حاجه الثانيه. ربنا يحفظك. فطبعا يعني ازاي احفظ الموضوع دوت على الرغم ان هو يعني زي ما تقول درس والواحد بيتعلمه، ان انت والله يا فندم مع حضرتك. والله يا فندم هو بيبقى اللي بيحصل كالتالي، انت في الاول خالص انت بتعمل طبعا الشوب دروينج، وبعد الشوب دروينج بتعمل الاسبلت اوكي، وبعد كده المفروض انك انت قبل حتى الاسبلت المفروض انك انت بتشتغل في الريد لايننج الاول وتعمل منه الاسبلت اوكي. مظبوط. فبيبقى الكلام ده كله بيبقى معمول له حساباته من الاول، يعني بيبقى من الاول خالص من اثناء البلاننج انت عامل حسابات ان هو هيبقى فيه ريد لايننج، ريد لايننج فيز، وحاطط ليها تكلفه اوكي. والتكلفه بقى هي بقى سواء بقى يعني هي لازم يبقى محطوط لها تكلفه. والله ما كانش محطوط لها، انا يعني مشيت بالكتاب زي ما بقول، يعني انت بدات الكونسيبت ديزاين وعملت الشوب درونج وعملت فيريفيكيشنز كتير وبروبوزال كتير لحد ما وصلت الفاينل شوب درونج والريدي وجاهد وبدات تشتغل، والناس شغاله في الصاله ما فيش مشكله في كذا زون، وفي زونين ثلاثه كان فيهم كلاشات كتير. لكن بعد كده بقى الكلمه اللي انت هتقولها حضرتك دي، يعني انا ماشي يعني تعاقديا صح. ان هو لازم ان هو لازم ان هو في اثناء التعاقد حضرتك دلوقتي انت بتعمل البي يو كيو بتاعتك، او بتعمل اللي هو بتعمل التسعير بتاعك من الاول خالص، وبتتفق مع ناس بتوع البلاننج ومع ناس بتوع التسعير على انه والله احنا في عندنا اكتيفيتي معينه اسمها ريد لايننج اوكي، دي بعد ما هيتعمل الشوب دروينج احنا هننزل بعد كده عشان نرفع الاسبلت، بنرفعه بالريد لاين وبعد كده بنطبقه في الموديل اوكي، فدي عليها فيز معينه. ممتاز. هي كان الاتفاق من الاول بس بقى، انما طب هل ينفع اقدم عليها فاريشن اوردر ولا يعني نظاميا ما تمشيش؟ والله ما اعرفش يعني، هي دي بقى الحته بقى ده هي على حسب بقى المشروع بقى نفسه. المشروع كان فيدك ويعني صعب يكون بشويه للاسف. لو هو فيدك فانت اوريدي انت مظبط كل حاجه من الاول وخلاص، فدي مش عارف. ما هو المشكله ان المشروع ده اتقلب عليه ثلاث مهندسين استشاريين مكاتب دوليه من يعني من هنا انترناشونال، وانت طالع وشركات ما شاء الله في انجلترا وامريكا يعني، والاخير ما شاء الله ربنا كرمني وظبطتهم يعني خليتهم يمشوا على الصراط المستقيم، بس المشكله بقى بعد ما عذبوني يعني. هو زي ما بقول حضرتك، لو انت من الاول في اثناء البلاننج في الكلام مع اللي هو البلانرز وكده ان هو والله يبقى فيه، ما هو الكلام حاجه كان يعني فيها ريد لاين كده، ان يعني انا اوريدي يعني راعي المتوقع انا ان مشروع يعني ده من مانجمنت بتاع الواحد ومن علاقاته ومن نظرته في الشغل حاجات كتير، يعني مشروع يعني زي ما تقول فزعته من الاخر كده بالسعودية عندنا هنا، او يعني خلصت فيه. فطبعا الباك جراوند القديمه اللي بتحكي عليها انا ما عدتش عليها، بس انا كنت سامع عنها، مشاكلها دي ما اتعملتش. فانا طبعا بدات اشتغل على الجديد بقى، بدات من ساعه ما عملته وبدات احفظ حقوقي بقى زي ما بقول، يعني كل حاجه اعملها دوكيومنتد ما فيش مشكله. لكن انا بتكلم على القديم اللي راح بقى، ده اللي هو كنت خلاص ده العيب ده اللي ده للاسف يعني ده. لكن من ساعه ما مسكت المشروع فضل الله تعالى كان امور الحمد لله ممتازه، وما شاء الله التيم كويس ما شاء الله معايا، وكان سبورت معايا. تمام تمام. الله يجزيك خير يا رب، شاكر افضالك ويا رب يجعله خير دائما، وشهر مبارك عليك وعلى الحضور كلهم. شكرا. الله يبارك سعد. عفوا يا فندم. الله يكرمك. شكرا. الله يكرمك دكتور رشيد. باشمهندس خالد طارق، طيب هل في حد عنده اسئله ثانيه؟ في سؤال على الشات مع باشمهندس مصطفى. مصطفى عبد العليم، مصطفى عبد العليم، ممكن تنقل بين مشاريع سير ست؟ ايوه ممكن ننقل ما بين مشاريع سير ست طبعا اوكي، وبننقل حتى كلاش سيرس نفسه. Do you use tips for fast solving without time consuming؟ البري سولفنج والبوست سولفنج. بري سولفنج بانك انت بتقول مين هيحل ايه من قبل ما تشتغل اوكي، دي بتوفر كتير جدا اوكي.
والبوست سولفنج انك انت تحل المشاكل اللي محتاجه حل بس في الكوردينيشن ميتنج، والكوردينيشن ميتنج ما يبقاش الحل اكتر منه للاتفاق. في ناس بتعمل الكوردينيشن ميتنج انها تقعد كلها وتحل. اوكي ده طيب، يعني من وجهه نظر انا تضييع وقت. انا دلوقتي انا بعمل اساين للحاجه والناس بتحل اوكي، وبعد كده ممكن ان احنا نرجع تاني، فيبقى كوردينيشن ميتنج كله على بعضه مثلا ساعتين مش يوم. اوكي during project we detect problems and solve it but how to present the effort using Nevis work. بانك انت من الاول خالص تعمل حاجات تساعدك زي ايه، ما تخليش الناس تشتغل من غير above scene coordination section. اوكي ما تخليش الناس تشتغل من غير ما تتبع rules ان هو مين يشتغل قبل التاني. لو تقدر انك انت تعمل حاجة زي prototype، لو انت في مثلا عندك في المبنى الواحد مثلا مكاتب مثلا كتيرة او شقق كتيرة شبه بعض، يعمل لها prototyping وحل البروتوتايب قبل تشتغل. اوكي وبعد كده خلي الموضوع يبقى copy paste. الكلام كله كلام تنظيمي مش اكتر. ممكن نصيحة infrastructure coordination. infrastructure coordination بعتذر انا فعلا كان المفروض انها اتكلم فيها النهاردة. infrastructure coordination بنبتدي الاول فيها بحاجة اسمها rainbow drawing اللي هي horizontal coordination، ان انا دلوقتي بيبقى كل network ليها corridor بتاعها. اوكي بتوفر لي شويه بان انا دلوقتي انا حليت الكلاشز الهوريزونتال، بعمل لكل نتورك الكوريدور بتاعها وكل واحد بيمشي في الكوريدور بتاعه، وبعدين بتفق طبعا على حسب اللي هو السكشن اللي جاي لي من المنسيبلتي اللي هو اللي جاي لي من البلديه. اوكي يا جماعه مين هيمشي فين. اوكي بيبقى البريوريتي دايما للمان هولز والانسبكشن تشامبرز والكلام ده، وبعد كده للبايبس والكيبل تريز سوري والدكت دكت بانكس والكلام ده. اوكي بيبقى الاولويه فيها مقلوبه على الاولويه المباني، يعني بيبقى اول حاجه انا المفروض ليها الاولويه عندي هي تيلي كوميونيكيشن، وبعد كده كهرباء، وبعد كده البريشرايز بايب، وبعد كده الجرافيتي بايب. اوكي لان انا بشتغل من فوق لتحت ماشي. ده بالنسبه للانفراستراكشر. هل يوجد طريقه نهج المجموعات غير البحثيه؟ لا للاسف. لو هو سيلكشن سيت لا سيرش سيت ايوه. انا عندي اسئله معلش ممكن لو هطول ابعت لحضرتك مفيش مشكله خالص، ابعت انت معاك الايميل بتاعي. هل ممكن اعمل كوردينيشن بين اعاده المعماري والانشائي؟ ايوه طبعا ماشي. زي ما شفنا احنا ازاي عملنا سيرش سيت للوول اللي في المعماري وسيرش سيت للوول اللي في الانشائي، ممكن نعمل نفس الموضوع. بس خد بالك ان هو لو عمودين جوه بعض انت هتعمل كوردينيشن ما بينهم ازاي؟ هيبقى الموضوع صعب. اوكي انما لو انت بتتكلم حاجات خطط بعضها ماشي. هل ممكن اعمل حفظ للتست مش السلكشن؟ ما افضل طريقه عشان ادور على اي دي؟ معلش فهمني انا الحته دي شويه مش فاهمها. يعني هو في الريفت سيلكت باي اي دي. اوكي هو مش معنى خلاك سامعني كده؟ ايوه يا فندم. طيب تمام معلش. اول حاجه بس اشكرك طبعا على المحاضره الجميله ديت، وهي السؤال بتاعي بتخص الكوردينيشن ما بين العمود المعماري والانشائي. لو انا في عمود انا ناسي اعمله مثلا، ايوه لو انا في عمود نسيت اعمله مثلا انشائي عامله وانا كمعماري نسيت اعمله، او لو في عمود السايز في المعماري اكبر من الانشائي، فهل ده ممكن يوضح في النيفس وورك ولا لا؟ هو ممكن من قبل النيفس وورك في الريفت ماشي في الريفت بس بالكوبي مونيتور. طيب تمام. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل سيف او السليكشن، بس الاد تيست كنا لازم نعمل اد تيست ونكتب اسمه ونعمل جواه السليكشن بتاعنا. هل ما فيش طريقه نعمل تمبلت للنيفس وورك بحيث يكون الاد تيست ده موجود؟ يعني عندي انواع تيست لو هو مبني على السليكشن سيت ما ينفعش. لو مبني على السيرش سيت انا ممكن بكل بساطه باجي هنا عندي على كلاش تيست اللي موجود ده اوكي وعلى ده وبقول اكسبورت كلاش تيست، بيطلع لي كل السيرش سيت الموجوده فيه. تمام اكسبورت كلاش تيست بناء على السليكشن على السيرش مش السليكشن بناء على السليكشن سيرش. اوكي طيب عشان ارجع بقى اظبط الكلاشز دي في الريفت، الاي دي لازم السيرش عليها يعني واحد واحد الاي دي في سيلكت باي اي دي، وفي عندي حاجه هنا اسمها سويتش باك
سويتش باك بالظبط. بس سويتش باك بتبقى في معظم الاحيان تقيله، فانا كواحد مثلا من الناس ما بفضلهاش بصراحه، لان مش معظم الكمبيوترات بتقدر انها تساعد في كده. هل في داينامو بيعمل كده يعني مثلا ادور بالاي دي فلاشز ديت؟ والله انت ممكن لو حابب انك انت تعملها بالداينامو، طبعا في ناس ممكن انها تعملها يعني ليه لا، بس هو انت متخيل انت هتعمل الداينامو بروجرامنج عشان في الاخر يطلع لك اليمنت الاي دي بتاعه او اليمنت فيه مشكله هتطلعه، هتعمل بقى فيه ايه؟ هتشتغل عليه. فانت من الاول خالص انت ممكن انك انت تعمل موضوع بسم الله الرحمن الرحيم موضوع السليكشن، خلاص هو سيلكت باي اي دي من الريفت واشتغل عليه بعد كده، انا مش محتاج داينامو من وجهه نظري. تمام تمام. ممكن طبعا حضرتك لو في حاجه ثانيه انت شايفها يعني بيبقى على حسب طبعا الحاله يعني. لا لا 100 100 كنت شغال لي بس ورك بقالي فتره اكتشفت ان انا مش شغال حاجه كده 100 100 طيب. اخر سؤال بس معلش، هو بالمحاضره المره اللي فاتت احنا كنا بنعمل لينك لفايلات الريفت وقلنا عشان نعمل لها ابديت كنا نعمل ريفرش بس هيقعد وقت كبير لو مشروع كبير. تمام. فحضرتك طلبت ان احنا نقول للتيم او البين كوردينيتور اللي كل قسم ان هو يطلع ال NWC. تمام مظبوط. هل كده لما المشاكل بتتحل هيجي لي في الاكشن ان هي ريسولف او طبعا طبعا مش هتفرق طبعاً. تماما سواء من ريفت او من NWC خالص. اوكي شكرا شكرا جدا لحضرتك وربنا يكرمك يا رب. عفوا يا فندم. عفوا. ايوه شفت سام في بعض الاسئله في الشات. ازاي اعمل كومبير؟ هو كومبير دي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ان انا بدخل القديم والجديد وبختارهم الاثنين من السليكشن تري، وفي عندي هنا كومبير. اوكي كومبير اول ما بيطلع بيبقى طالع بالثلاث الوان ماجنتا والاحمر والاصفر، وكل واحد فيهم ليه دليل اللي هو حاجه اتشالت حاجه اتغيرت حاجه زي ما هي. اوكي دي بصورة سريعة يعني. معلش ايه تاني؟ Is there unique in Next Work for Elements؟ معلش انا مش فاهم الحتة دي. Is there unique in Next Work for Elements؟ مش فاهمها. باشمهندس ايمن علاش معلش ياريت تفسر السؤال تاني. باشمهندس مصطفى عبد العليم، How to present model with problems with solved one to client. اوكي بيبقى عن طريق الارقام اللي موجوده هنا. انت دلوقتي كل ما حاجه بتحصل انت بتعمل ريفرش للحاجات اللي موجوده عندك. اوكي ما تعملش ريسيت اول، انت بتعمل بس ريفرش للكلاشز اللي موجوده عندك. اوكي فبيجي لك ايه هو اللي اتحل وايه اللي ما اتحلش والكلام ده كله، فالارقام هنا بتفرق. الارقام كل طبعا ما بتفرق مع الوقت بتاع الحل وكده. خلاص هو كلاينت بيبقى عارف ان كان في كلاشز والكلاشز دي اتحلت، وانت لازم لو انت قاعد قدام كلاينت تفهمه ايه معنى كل رقم من دي، علشان لو كلاينت بص لعدد الكلاشات بس ممكن عدد الكلاشات يطلع 6000 يقول لك انتوا ما بتشتغلوش او ليه الكلاشز طالعه كتير. لازم انك تفهم الكلاينت في الاول خالص ان هو والله لا من العادي جدا ان يطلع كلاشز كتيره. اوكي بس الصح بقى ان هو زي ما كلاش تطلع كتير ان هيطلع ريسولفد برضو كتير. اوكي والاكتف يعني يطلع اقل والكلام ده كله. اوكي جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا شكرا. مهندس عمر. اوكي صفا تمام. طيب في اسئله ثاني؟ مفيش حاجه موحده للعناصر في النافي في النيفز بنلاقي حاجات لعده عناصر لها نفس الاي دي وكذلك الجي و اي دي تقصد مش كده باشمهندس ايمن عليش؟ مفيش حاجه موحده للعناصر في النيفز بنلاقي حاجات لعده عناصر لها نفس الاي دي وكذلك الجي و اي دي. الجي و اي دي استحاله ان هو يكرر يا باشمهندس. اوكي الجي و اي دي استحاله ان هو يكرر. ودلوقتي لو هو العنصر نفسه موجود وجاي من الريفت بيبقى حتى الاي دي بتاعه صعب برضه ان هو يكرر. اوكي بس الجي و اي دي استحاله ان هو يكرر. يا ريت كل الناس تفتح كاميرا ان امكن وشكرا لكم. والله يا باشمهندس محمد ما عنديش كاميرا للاسف فغصب عني والله. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس والف شكر لحضرتك وربنا يكرمك. ناس كثيره مبسوطه بالمحاضره.
لأن والله بس هي عشان الوقت بتاعها ضيق شوية فالموضوع صعب يعني. الله يكرمك. باشمهندس أيمن، أنت بتقول بيكرر الجي أو أي دي، لو بيكرر بتبقى فيه مشكلة. أوكي، الجي أو أي دي لو كرر بيبقى أنت واخد لينك مثلا وعامله مرتين، عامله كوبي بيست. أوكي، وحتى في الأثناء دي إحنا بنقول ما تعملش كده، المفروض الجي أو أي دي ما يكررش. الجي أو أي دي لو كرر أنت واخد لينك وعامله كوبي بيست. أوكي، فده غلط. تمام. ايفون اعتقد كده مفيش اسئله تاني، ولا في اسئله تاني؟ لا لا كده خلاص مفيش اسئله الحمد لله. تمام. الله يكرمك يا باشمهندس، احنا اسفين ان احنا طولنا حضرتك النهارده كتير. لا يا فندم، لا جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا على ايه؟ الله يكرمك يا باشمهندس. ماشي يا فندم، ماشي، شكرا شكرا. الف شكر لحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب لو حد عايز يطلع معانا في اللقطة بس يفتح نذكر حضراتكم ان الميكروفون. شاء الله في بكره ان شاء الله في بروجكت مانجمنت المحاضره الثالثه مع مهندس وليد عبد الرحمن الساعه 10:30 مساء ان شاء الله بتوقيت القاهره باذن الله، فبنذكر حضراتكم يعني باذن الله ان شاء الله تكونوا مشرفين. طيب بالنسبة للشهادات، واحنا كنا خدنا الشهادات المرة اللي فاتت. المحاضرة الساعة كام بكرة يا باشمهندس محمد؟ المحاضرة إن شاء الله 10:30 10؟ بتوقيت 10 ونص؟ القاهرة، 10:30 بتوقيت القاهرة بإذن الله إن شاء الله. تمام، أنا هحط المواعيد بتاعت الإيفنت بعد إذنك. ده الرابط بتاع المحاضرة بتاعت بكرة، دي فيها كل المحاضرات الأسبوع دوت. جزاكم الله كل خير وشكرا لحضراتكم، وإن شاء الله يعني مستمرين بعد رمضان بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس عمر، في رعاية الله. ترجمة